اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. النهارده حلقه مهمه جدا، حلقه طبعا معانا مجموعه من الضيوف، وحلقه النهارده بالبلدي كده زحمه، عشان كده سريعا اروح لزميلي محمد سعيد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي برنامج الاهلي الليله في كل مكان. وبالتاكيد النهارده عندنا تفاصيل كثيره، والنهارده زي ما اتفقنا خلاص بقى النهارده الاربعاء بنسميه الاربعاء الممتاز، لان الضيف في الفقره الاولى ضيف استثنائي بالتاكيد الكابتن علاء ميهوب، ضيف دائما باذن الله كل يوم اربعاء للحديث عن مباريات الاهلي الافريقيه والمحليه والارتباطات القادمه في الفتره القادمه، وعندنا تفاصيل كثيره في هذه الحلقه زميلي ايهاب. طبعا يا محمد عندنا تفاصيل كثيره وعندنا احداث كثيره، وزي ما قال بقى مخرجنا الكبير برجاوي خلصوا على طول الانترو ودخلوا الضيف. بالتاكيد. طيب احنا عندنا النهارده يمكن اخبار قليله جدا، بس ابدا معاك، يمكن خلاص بدا الاستعداد بشكل جدي لمباراه وفاق سطيف، وهناك استعدادات جاريه خلال الساعات القادمه. يمكن من ضمن اخبارنا النهارده والاخبار السريعه، الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيغادر الجزائر باذن الله بعد غد، هيسافر صباح يوم الجمعه، هيسبق البعثه ب 48 ساعة للترتيب استقبال الفريق وكل الإجراءات الإدارية والخاصة باستقبال بعثة فريق النادي الأهلي بإذن الله اللي هتغادر صباح يوم الأحد وقبل المباراة ب 48 ساعة استعدادا للمباراة الهامة جدا مع وفاق سطيف، ولتحدد موعدها بشكل رسمي بإذن الله يوم الثلاثاء في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أيضا زي ما اتكلمنا في جزئية امبارح التدريب على ملعب المباراة، النهاردة بالفعل النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي طبقا للائحة أن الأهلي هيتدرب مرتين على ملعب 8 مايو في سطيف طبقا للائحة الاتحاد الافريقي، نظرا ان الملعب بالتاكيد ملعب من الملاعب النجيل الصناعي. وتصريح مهم ايضا كمان لباتريس كارتيروني اتكلم على كل لاعبي الاهلي خلال الفتره القادمه، عندهم مسؤوليه كبيره جدا واللاعبين بالفعل على قدر المسؤوليه خلال الفتره القادمه لخوض مباراه وفاق سطيف والمراحل القادمه. الفقره الثانيه كمان النهارده بعد الفقره الاولى للكابتن علاء ميهوب هيكون فقره مهمه جدا، يعني محتاجين نخرج شويه من بره اطار كره القدم وعايزين نتكلم اكتر عن المنشات الرياضيه الموجوده في مصر، وعندنا صرح رياضي مهم جدا المركز الاولمبي بالمعادي، وعندنا النهارده المدير المركز الاولمبي الاستاذ عاطف حموده، هنلقي الضوء شويه على تفاصيل المركز الاولمبي والصيانه والاستجدادات الاخيره في المركز الاولمبي والاستعدادات للمرحله القادمه، في ظل ان هذا المركز بيخدم المنتخبات الوطنيه والالعاب الفرديه والجماعيه قبل الدورات الاولمبيه. ثم الفقره الثالثه زميلي ايهاب مع الكابتن خالد العوضي وفقره الالعاب الاخرى، ختم يعني مسك الختام النهارده في برنامج الاهلي الليله. اشكرك يا محمد، اكيد عايزين نطلع فاصل عشان نرجع نستقبل الكابتن علاء ميهوب. اهلا بكم من جديد كل اعزائي المتابعين والمشاهدين لقناه النادي الاهلي والبرنامج المميز دائما الاهلي الليله، واولى فقراتنا الحواريه. يوم الاربع بقى يوم معروف، يعني انا كده ببقى يعني جاي يوم الاربع مأهل نفسي، وقبل ما انام بالليل بعد ما اخلص يوم الثلاث ببقى بجهز الفقره دي، لان الضيف اللي معايا فيها ما نقعد نتكلم بره اقول له في كذا يقول لي ما تخلينا على الهوا، طب اقول لك يقول لي فاجئني باي حاجه، وانا ما بحبش افاجئه على الهوا، لكن خلينا نرحب الاول بالكابتن علاء ميهوب. شرف ونور يا كابتن. حبيبي يا ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. ابدا انت قول لي عايز تبدا بايه؟ هو اللي انت عايزه، زي ما متفقين اللي انت عايزه. اه. كده نبدا نتكلم الاول على ماتشات المنتخب. المنتخب، خلاص نبدا من المنتخب. نتكلم عن المنتخب، المنتخب مش هياخد كتير معانا يعني. لا هياخد. لا خالص خالص. لا والله. هحضر لك في حاجات كتير قوي. طيب مبدئيا بس طبعا مبروك الفوز والتأهل. جميل. دي مبدئيا طبعا. لكن التأهل كان المفروض صعوبة مضمون جدا، انها بتلعب فريق ضعيف جدا، عشان كده بقول لك مش هتكلم فيه كتير، لان كان الفريق ده لو لعبته كل يوم هتكسب، فالنتيجه كانت تقريبا شبه مضمونه. حكم على المنتخب كاداء وكشكل وكمدير فني جديد لسه. بس احنا ليه بنبخس حق الجهاز الفني الجديد؟ يعني الجهاز الفني الجديد في ثلاث مباريات بنتكلم في 12 هدف كويس، بنتكلم في ظاهره جديده جدا اللي كل خطوط المنتخب بيسجله، مدافعين ولاعيبه خط الوسط، يعني في تنوع في الاهداف. المنتخب في غياب صلاح وان كان المنافس متواضع، طريقه اللعب متغيره، في عدد من اللعيبه الجدد دخلوا بياخدوا ثقه، فاعتقد بعيدا عن النتيجه الشكليه للاهداف في نتائج اخرى. اكيد احنا ما اتكلمناش على الجهاز
كشغل جهاز ايهاب، لكن انا بقيم لك المنتخب كنتيجه كاداء مع فرق متواضعه مع حضرتك فضلت وقلت. لكن هو الراجل الجهاز جاي بفكر جديد، ولو انت فاكر اول ما اتكلمنا على الجهاز قلت لا ده جه والطريقه اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، واتكلمنا شويه على العناصر اللي انضمت والعناصر اللي هي كانت بره اللي انا لحد الان متمسك بيها، وانت اكيد موافقنا الراي. نعيدهم تاني. طبعا على راسهم طبعا احمد فتحي ووليد ويوسف اوباما، الثلاث دول لازم يبقوا في منتخب مصر طبيعي جدا يعني. لكن اللي انا عايز اقوله الفتره اللي فاتت في المنتخب في عناصر جديده، الشكل اتغير، مش هنكذب، الحته طريقه اللعب اللي هو بقى راجل هجومي وضحت، بس في سبب. ايه السبب؟ ان المنافس لسه ايهاب ضعيف. تحكم على الطريقه نجاحها امتى؟ لما تلاعب منافس قوي يا اما في نفس قوتك او اقوى منك كمان. هتقدر تحسب انت شكلك العام ايه. لكن لحد الان الشكل مطمئن جدا، مرضي جدا، طريقه جديده، الطريقه كلها اتغيرت. زي ما قلت يا ايهاب انت، الناس كلها بتسجل، في عناصر جديده دخلت طبعا في منتخب مبشره جدا. كل ده حلو، كل دي مكاسب، ما نقدرش ننكر الكلام ده. لكن انا بكلمك على الحديث اللي داير في الشارع المصري. يعني انا هو ده اللي داير، يعني الناس كلها بتتكلم تقول لك ايه؟ مكسب وحلو بس المنافس ضعيف. احنا لسه مش عارفين نحكم على المدير الفني، ده الكلام اللي بيتقال ايهاب. كويس. وكلام لو بصيت له كده بعقلانيه شويه كلام طبيعي جدا ومحترم. في جزء طبعا محترم. لان دايما خد الانطباع من الراجل اللي في الشارع. والله العظيم خد الانطباع الصح. ما لهمش حل. والله كل شايفين المصلحه. بالظبط مصلحه، وبعدين بيكلمك على طبيعتك، على طبيعته جدا، على سجيته، وتحس بيتكلم كوره كويس قوي، وبيراقب حاجات، ممكن يقول لك على حاجات انت كلاعب كوره او كراجل محلل او حتى مقدم برامج ما شفتهاش المطلوب. لكن هو عينيه كويسه جدا، يعني كل ما يتكلم يقول لك ماشي المكسب حلو، لكن يقول لك اول حاجه يقول لك المنافس ضعيف، فالراجل قاعد مركز شايف المنتخب فيه ازاي، لكن مكسب كويس، كميه اهداف كويسه جدا، مكاسب المنتخب لحد الان لحد اللحظه دي ايهاب هايله ممتازه، مع اخطاء بسيطه جدا في اللي احنا كان فيه قبل كده. لكن جهاز جديد جه في وقت الامور كانت المباريات متتاليه، المنافس اللي قبله سواء كان النيجر او اسواتيني مباراتين رايح جاي بيكسب فيهم بشكل كبير جدا، بيؤكد الصعود. مباراه تونس اللي جايه في شهر 11 و 13/11، هل دي برضه هتكون بدايه لان نحكم على المباريات القويه، ولا برضه المنتخب التونسي في الفتره اللي فاتت مش بالشكل الامثل، خاصه ان مباراه النيجر مباراتين فاز فيها يعني بطلوع الروح؟ كله يعني هقول لك حاجه، مهما كان مستوى الفريق التونسي، لكن اللي انت هتضمنه دلوقتي في ند قوي قدامك. حتى لو مستوى مش هو المستوى بتاع تونس، بس ده الليفل اللي انت هتقيس عليه. بس تبدا بقى من يعني تبدا، مش هتقيم خلاص، انت الراجل موجود وبتاع كل حاجه، لكن تبدا تقول انا وصلت فين. انا محتاج ايه بقى دلوقتي الفتره اللي بعد كده. خلاص انت لعبت اتنين منافسين ضعاف جدا والحمد لله عديت ووصلت للبطوله، فانت بقى عايز تطمن الاداء والشكل والطريقه الجديده دي لما اخش مع منافس قوي الشكل هيبقى عامل ازاي. المتغيرات اللي بتحصل في مباراه عامل معاها ازاي، ما انت المباراه كلها لعبتها بايه، انت على طول بتكسب وانت الاحسن وانت وانت وانت، فانت مفيش مفاجاه حصلت لك في مباريات. يعني مفيش موقف حصل في مباراه عشان تشوف التفكير او هتتصرف معاه ازاي. مفيش ضغط اتحطيت تحت في ثلاث مباريات خالص. بالظبط. مفيش ولا ضغط انك كنت متاخر بهدف، ضغط حصل عليك ضغط في طريقه اللعب او في اثناء المباراه فانت بتعمل تغيير، لا ما حصلش كل ده. حتى التغييرات كلها بتاعت المباريات السابقه تغييرات عاديه جدا. لانك المنافس ضعيف، فانت ممكن تجرب طريقتك العادية، ممكن تجرب عناصر جديدة. يعني حتى لو المنافس متواضع شوية وطريقة اللعب اتغيرت، الجهاز الفني السابق كان المنافس قوي المنافس ضعيف، تلعب بنفس طريقة اللعب. بالظبط. ظروف التهديف زادت شوية، بقى في استعداد كبير شوية. لما نكسب النيجر بسداسية ومنتخب التونسي يكسبها رايح جاي، فيش بفرق يعني بهدف وبفرق هدف، فهل برضو ده نقدر نقيم ولا كل مباراة لها ظروفها؟ ما تقس يا إيهاب. ما قس. لا. ما تقس منتخب تونسي عمل ايه مش عارف مع تشاد او مع نفس الليفل او نفس المنافس، لا ما تنساش كده، كل مباراه ليها ظروفها، لكن تيجي تقيس انت قوتك فين لما تلاعب فريق في مستواك او اقل منك حاجه بسيطه او اعلى منك حاجه بسيطه، تقدر تشوف انت وصلت فين. طبيعي جدا يا ايهاب ان الجهاز بتاع المنتخب مستني مباراه تونس اكتر مننا، لان هو يهمه هو طول الفتره دي، طول فتره الشغل في المعسكرات وطول فتره الشغل في المباريات اللي لعبها،
هنا يبدا يقول انا وصلت فين بالظبط بغض النظر عن النتيجه. هو عايز يوصل انا فين؟ هل انا لسه محتاج شويه؟ هل انا لسه بعيد؟ هل انا اتقدمت كويس قوي؟ المجموعه دي منسجمه كويس قوي، بدايه اديتني نتائج كويسه، مش نتائج مباريات، نتائج اداء، نتائج طريقه. فكل ده هو مستني اكتر من ان احنا كمتفرجين كلاعيبه هو مستني يتابع بالظبط. ليه اهاب؟ لانه مستني يشوف نتيجه شغله الفتره اللي فاتت ايه. مهم جدا كل مدير فني حتى لو في الانديه يحب بعد فتره كده يروح قاعد مع نفسه ويقيم نفسه، ده المدير الفني الناجح. عجبني في حاجه بقى، اتفضل. بعد المباراه واستعدادا لمباراه تونس طلب رسمي، انا عايز مباراه تقيله اوروبيه بس. ده هو نفسه خلاص شم نفسه بس بالظبط، انا اتاهلت اعمل بالزبط. مباراه فيها نوع من الاستعراض وفيها نوع من ان انا بشوف لعيبته قدام منتخب قوي عشان هو نفسه يعرف يقيم اللعيبه بالشكل المطلوب ويقيم نفسه ويقيم نفسه. ده مهم جدا يا ايهاب. اهم حاجه للراجل اللي هو القائد او حاجه قبل ما يقيم اللي معاه يقيم نفسه هو. يعني عشان ايه يا كابتن ما اقولش ايه خلاص الماتشات ايه وانا متداري بالظبط؟ لا لا بعمل نفسي ماتش قوي، فدي تحسب له طبعا. ما بقول لك تحسب له كويس جدا جدا جدا، لان ده راجل بيشتغل وفي نفس الوقت بعد فتره انا فين؟ عشان المكاسب الزائفه اللي حصلت دي انا كمدير فني وممكن يحصل اروح مريح وحلو قوي كده انا وصلت ومنتخب هايل وممكن مع تونس ان اي نتيجه تبقى مرضيه وخلاص. لكن ده لا، واضح ان الراجل بيفكر فيما بعد، هو عايز يشوف انا وصلت فين. مع منتخب تونس هيبدا يقيم نفسه مع منتخب وبعدين طلب حاجه حلوه قوي، منتخب اوروبي قوي مش اي منتخب من اوروبا. يعني الكلام في ثلاث منتخبات حتى هذه اللحظه، منتخب البرازيلي، منتخب اسبانيا، منتخب كرواتيا، ده يعني ترشيحات انما لسه لم تحسم انه منتخب اللي هلعبه، لكن منتخب من الليفل الاول ده حاجه كويسه جدا طبعا. لكن هو مش محدد المنتخب الاوروبي كده بقى خلاص، محتاج عايز واحد في الليفل الاول وخلاص. طيب ده راجل بيشتغل صح، ده يعني كل احترام ليه ان الراجل عايز يقول انا وصلت فين، مدى قوه فرقتي، انا محتاج ايه كمدير فني، وصحصح لعيبته برضه وصحصح نفسه. اهم مصمم انت على نفسك. ايوه اهاب، اهم حاجه الراجل القائد لازم يصحصح نفسه. طب اقول لك من الكواليس، اتفضل. شخصيته قويه، عنادي شويه، بيقول لك بيتلكك على كل حاجه وصارم جدا حتى هذه اللحظه. كوبر بدا نفس البدايه، هوب قام ضارب الفته، هوب عمل الطياره اللي مش عارف ايه شقلبات راحت. لا هوب جاب اخته وعمل برنامج فالدنيا. لا الشخصيه مختلفه. نجيري ده انا عارفه من زمان جدا جدا جدا، وغير مستر كوبر خالص. غير خالص. لا لكن هقول لك حاجه، كون هو من الاول يبدا يفرض شخصيته، وطبعا دي حاجه مطلوبه جدا في مدير فني، اي مدير فني بقى مش منتخبات انديه، يبدا يفرض شخصيته بس مش بهدوء. انا ممكن اوصل لك انا شخصيتي ايه بس بهدوء، من غير ما اتعصب، من غير ما احصل مشكله بيني وبينك، لكن انت هتفهم دماغ انا فيها ايه وابدا اتعامل معاه. هو ده الصح، هو عارف او واخد فكره عن طبيعه اللاعب المصري، واخد فكره كويس قوي عن طبيعه الجمهور المصري، فبيبدا يتعامل كويس، فرض شخصيته زي ما انت قلت ايهاب، ودي شخصيه كل الصفات انت قلتها دي. انا عن نفسي عجباني جدا. لازم حته صرامه، لازم ممكن حته عند صغيره كده ما فيهاش مشكله خالص فيها، كل حاجه ملم بيها. هو الراجل بص يا ايهاب، لما تلاقي الصفات دي في حد، في اي حد مش لازم في الكوره، تعرف ان الراجل ده عايز ينجح عنده بس. عنده وعايز ينجح ودايما عايز يصلح نفسه، ما بيقفش عند مستوى معين، عند ليفل معين. عايز انا ايه اللي ناقصني، زي ما بقول لك دايما هنا في البرنامج كده لما اتكلم انا وانت، دايما شوف الحاجه، مش الحاجه اللي توصلك كويسه، لا شوف انت ايه اللي ناقصك. الحاجه اللي ناقصه تكملها هتبقى احسن من الاول بكتير. شايف ان اجيري وجهازه المعاون قدروا يبصوا على لعيبه يعني اللي يستحقوا فرصه كلهم بعيدا عن الاسماء اللي انت طرحتها okay. ولا شايف ان مع استمرار الدوري في الفتره اللي جايه هيظهروا لعيبه اكتر ويقدر يديهم فرصه كمان، وهيبقى عنده خلاص كده هدي، هو وصل خلاص، فابدا طب ليه بقى ما اشوف بلعيبه بهدوء؟ ممكن يكون الفتره اللي فاتت هو مش واخد راحته قوي، برده عايز في ماتشات مهمه وعايز اتاهل، هياخد نفسه بدل بس واخد نفسه كويس قوي دلوقتي، وهيبدا يبص على مهله واللعيبه كتير جدا في منتخب مصر ما شاء الله، الدوري المصري بقى دوري قوي جدا، ويبدا يبص على اللعيب اللي ممكن يستاهل يجي معاه في المنتخب. واضح برضو من كلامك انك تقييمك للتجربه يعني محجوز دلوقتي لغايه ما تشوف مباريات اكتر. بالظبط. لكن برضو ممكن تكون شايف ايجابيات اللي انت قلت عليها كلها. ايجابيات اللي عايز يعملها الفتره القادمه، ايجابيات في شخصيه الراجل نفسه. دي حاجات انت تطمنك شويه ان الراجل بيدور على الاحسن، الراجل بيدور على احتكاكات قويه للمنتخب المصري، هو مش مخدوع في النتائج اللي فاتت دي، ودي اللي انت يعني المعلومات اللي انت قلتها دي اديتني انا عن نفسي معلومه ان هو
مش مخدوع في المباراه السابقه، ودي حاجه تحسب. وبعدين اصراره على انه يلعب مباراه تقيله بالزبط. قبل مباراه تونس بالظبط، بغض مش يعني بغض النظر في حاجات معينه عايز ياكد عليها. هقول لك حاجه، هو الراجل عايز، انا بقول لك انا، هو عايز يختبر نفسه هو الاول قبل فرقته كمدير فن. انا عايز اشوف انا وصلت ايه مع الناس الجديده اللي شغال معاها دي. انا عارف لو شغال بقاله فتره مش هيطلب اللي بيطلبه ده. لكن هو خلاص مباراه سهله، وصل وكسب كل حاجه. طب انا بقى فين؟ ابدا ابص على نفسي كويس اول وقت، وابص على نفسي بدري، وابص على نفسي وانا عندي مساحه بس. وانا متاهل. طول ما انت كده الامور كلها مستقره، انت حتى بتبقى تفكر صح. غير لما تبقى انت مضغوط، مضغوط كل تفكيرك هيبقى غالبيته بعيد. كل تفكيري بعيد ان شاء الله، كل التفكير يكون قريب، وان شاء الله يعني كده برضو في تفاؤل باللي جاي ان شاء الله. والدنيا اختلفت، الاول كانت مباراه بترجح جهاز فني ومباراه نزل جهاز فني. الكلام ده مش هنقوله برضو لو المنتخب لعب منتخب تقيل وادينا اللي علينا والنتيجه ما عجبتناش، يعني في لان الاساس مش نتيجه. الاساس اداء زي ما انتوا متفقين، اساس انا وصلت فيه. بس هو الراجل ذكي جدا، هو عارف ان مفيش، انا مش مطلوب مني نتيجه، انا مطلوب مني تقييم. هو عايز يقيم نفسه وفرقته مع منتخب قوي، ده اللي بيفكر فيه. والتفكير زي ما حضرتك قلت ده تفكير ممتاز. طبعا وتفكير طبعا كويس. طبعا طبعا اكيد. هاخدك بقى من تفكير المنتخب واخدك بقى للصراع اللي هيعود بكره مع السداسيه، واطمئنان كارتيرون على اللعيبه المصابين وظهورهم، وده دفعه كبيره جدا للفريق وللجماهير، وفي ظل وجود عناصر مع المنتخب الاولمبي والفريق. شفت التجربه دي ازاي قبل مباراه وفاق ستيف؟ تجربه انا عجبتني جدا، مفيده جدا. يعني هو بيلعب مباراه سيبك من المستوى نفسه، هو دايما بيحب يطمن على فرقته، الاداء بتاع فرقته، الطريقه اللي هو كان بيتكلم فيها، الاداء بتاع اللعيبه اللي كانت اصابه كبيره قوي ورجع. يعني انا الحمد لله امبارح طمنت على سعد، وعجبني قوي طمنت على رامي. لان رامي كنت كل ما اشوف رامي امتى خلاص هاني يا كابتن امتى، لحد امبارح الحمد لله ما لعب، لان رامي اضافه كبيره جدا. رامي لعيب بيصعب عليا، لعيب موهوب، لعيب جامد، ربنا يكفيه شر الاصابه. لا بس المشكله ايهاب ايه؟ ان الاصابه طويله قوي. يعني كون ان هو يقعد كل الفتره دي هو يحسب لرامي ان هو يصبر كل الفتره دي، فلعيب يرجع فايق بسم الله ما شاء الله. يعني في لعيب ممكن يزهق، لكن رامي امبارح رجع الحمد لله على السلامه، اضافه اكيد لدفاع النادي الاهلي. نفس الكلام عند سعد، اطمنا عليه. المباراه القادمه ان شاء الله يعني محتاجه سعد، محتاجه نوعيه اللعيبه دي. فهو امبارح ما كسبها كتير جدا، سيبك من سعد حل لك مشكله كبيره انت بالزبط. ناحيه الشمال ممكن تودي ايمن اشرف بالزبط. عشان خلاص ما عندكش مشكله مع علي، مش موجود دلوقتي، وصبري امبارح كمان لعب في الشوط الاول، فخلاص ما عندكش يعني. بص ايهاب، لو شفت بعد مباراه امبارح انت خط الدفاع لكن عندك كله فيه مشاكل، خلاص الحمد لله مفيش مشاكل. احمد فتحي رجع الحمد لله، واكيد موجود محمد هاني، حسام عاشور، وحسام اطمنت عليه امبارح، في صبري، وفي ايمن اشرف لو عايز تلعبه. خلاص الموضوع بقى فيه اختيارات. التيم رجع في وعندك اختيارات يا ايهاب. اهم حاجه انت مدير فني عندك اختيارات، فما تبقاش مضطر تعمل حاجه. ادام مش مضطر تعمل حاجه يبقى الامور كلها بالنسبه لك عندك في المركز واحد واثنين وثلاثه، هتشوف هتلاعب مين، هتعتمد على مين. هو ده لما لو عايز تبدل بوزيشن لعيب مطرح لعيب، هتبقى عارف انت بتعمل ايه. تجيب من اشرف شمال، ما عندكش ضغوط في التشكيل خالص الحمد لله. عشان كده بقول لك كانت مباراه امبارح مهمه جدا جدا جدا، معناها المباراه الوديه مالهاش دعوه خالص. لكن هو امبارح خرج، انا متاكد ان الجهاز الفني امبارح خارج مرضي جدا جدا جدا. توقيتها حلوه يا كابتن. صلاح محسن كمان امبارح لعب بعد الاصابه، شكله كويس جدا امبارح كمان. توقيتها حلو. يمكن صلاح محسن يعني في مباراه افريقيا الاخيره شد على نفسه شويه عشان يكون موجود في المنتخب، ربما ده اللي عمل له يعني الاصابه. بس هو رجع امبارح سليم الحمد لله. شفتهم بس كده فنيا من بعيد ولا اتكلمت مع بعض اللعيبه؟ لا كنت يعني قعدت بره في راس عليهم. عارفك بتقعد تنكش بره، ما بتقعدش كده. والله ما بنكش ولا لا بتقعد تنكش. لا اصل يعني هم معظمهم يا اما انا مرنتهم صغيرين يا اما طبعا انا معرفه جامده. ما انا عشان كده انت جامده بيهم. لو بصيت لواحد كده لا لا بتاع يعني لا اتكلمت امبارح مع اكيد مع هشام محمد، عرفت شويه مع موها عاشور، احمد فتحي طمنت عليه، سعد قعدت معاه امبارح بعد بين الشوطين اكتر واحد كنت مع سعد امبارح. لان كان مهم ايهاب امبارح سعد اللي هو بحب اطمن عليه طبعا، فالحمد لله طمنت عليه واتكلمت معاه شويه كويسين قوي. مؤمن كده كلمتين على جنب. طمنك مؤمن انا عارف. الحمد لله. بس الامور كلها كويسه الحمد لله. وانا انا يعني عايز برضه اشكر مؤمن على المرونه اللي كان فيها. لا مؤمن استاذ جميل، وهو لعيب مميز ولعيب بيفصل يعني الكلام. لا 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 بيسمع كلام كتير لكن بيفصل، مش لكن في الاخر بيقول لي بص المنظر ده
دي التبديله بقى. دي فرقه داخله وفرقه ما انا بقول لك مفيش مشكله الحمد لله. امسك الخشب يا برجاوي. برجاوي الحمد لله برجاوي. لا بسرعه المنظر ده يا برجاوي بعيده بقى خلاص الحمد لله احنا شفناه. طبعا نمسك الخشب دايما. انت دايما تقول لي هنا مش عايزك تقلق لعيبه ولا عايز جمهور النادي الاهلي يقلق، لان عندنا لعيبه مميزه. احنا ضغوط المباريات هي اللي فرضت بعض الاصابات، ولكن في الاخر عندنا اللعيبه اللي تادي، وكل لعيبه النادي الاهلي قادره تمثل الفريق. دي حقيقه. ولما كمان يبقى عندك مشكله كمان عندك اللي في 97 ما كانت عبد الرحمن كلهم ما شاء الله، اللي هو يعني لا عمار واحد منهم، في مصطفى بدري موجود، في ناس كتير جدا موجوده لعيبه مميزه جدا يا ايهاب الحمد لله في قطاع الناشئين، وهو ده اللي احنا دايما نتكلم فيه انا وانت. لا وفي بقى في روح حلوه قوي قوي قوي. كان امبارح موجود هنا على الكرسي الحركة قاعد عليه محمد شريف، لعيب مميز قوي مش مقاد افريقيا. مدى الحب والعشق وتشجيع زمايله، يعني كانه هو هيلعب وهو مش مقاد افريقيا. الحاله دي والروح دي حلوه قوي قوي. ودي الروح والحاله دي اللي النادي الاهلي بيتميز بيها على مدار السنين كلها. هي دي. ده بص يا هاب، انت قلت سر من اسرار تفوق النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت دي كلها، الحته اللي فيها محمد شريف. ان هو من جواه حتى لو مش مخيط، مش هيلعب، مش مصاب، لا مش مخيط، غير ان الفرقه ربنا يكرمها، هو عايز الفرقه ربنا يكرمها وتكسب، لان هو خلاص هو واحد من النادي الاهلي، واحد من الفريق ده، منتمي للنادي ده. ويقول لك كمان كابتن اللعيب لسه جاي الموسم ده. انا بقول لحضرتك اهو، اقسم بالله عنده كميه طاقه كانه مولود جوه ملعب مختار التتش. بس عارف ليه؟ لان هو كانت امنيه حياته ان هو يجي النادي الاهلي، فاما تحقق امنيه زي كده هو مش عايز حاجه من الدنيا خلاص. الحمد لله انا جيت المكان اللي نفسي فيه، هو ده المكان ده صراحه. بتديله دقيقه 2 3 5 نازل عايز يعمل عليه، عايز يلعب. واتكلمنا عليه برضه انا وانت هنا يا ابو اشادنا بيه بمستواه والتطور هو فيه، وعايز يلعب، عايز يبقى ليه مكان دقيقه زي خمسه زي شوط زي، هو عايز يبقى كويس. هو في ميزه، هو عارف كان فين وجي فين. بس لا وجاي شريك طبعا، وهو جاي بص هو جاي في المكان، يعني مع احترامي الكامل لكل الانديه وكل لعيبه، المكان اللي اي لعيب بيتمنى موجود فيه. هو النادي الاهلي، وانا ما بقولش اي كلام، انا عارف بقول ايه، حتى لو في ناس بره ما تعرفش القيمه دي، لكن اول ما يخش النادي الاهلي بتلاقي يعني محمد شريف ده، انا متاكد اول ما دخل النادي تحس ان هو اتغير بقى محمد شريف اسما. كان مجهز، كان مجهز ده يا كابتن، وانت بتتكلم معاه تحس لا ده مش لعيب جاي اول الموسم. لا 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 جاهز جاهز. هو ما انا بقول لك اهي، انت حتى في شخصيته كابتن. يعني وبعدين عايز اقول يعني بعيدا حتى عن ادائه الرائع جدا في الملعب، هداف الفرقه كابتن خمس اهداف بسم الله ما شاء الله، ولعب قد ايه؟ انت فاهمني؟ شوف بقى عدد دقايق اللي لعبها. لا وبينزل فين؟ يعني اول مباراه بينزلها نازل امام الاسماعيلي في افتتاحيه الدوري، والاهلي متاخر بهدف، جاب هدف فاهمني؟ هو ده. عشان كده بقول لك ده نوعيه اللعيبه اللي انت تتمناها دايما عندك. عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف هو فين، وهو يعني قبل النادي الاهلي وقبل اي حاجه، هو اكيد لو جبت الجذور كده تحس ان هو بني ادم هادي جدا، محترم جدا، بيئته كويسه، طبيعته كويسه. حته التربيه كمان باينه، بيبان. شكرت والده امبارح. لا حاجه جميله طبعا، ربنا يحميه وفي شر اصابات، ويبقى اساسي في النادي الاهلي. انا بقولها له على الهوا ان شاء الله، طول ما انت شغال كده يا محمد اكيد هتبقى اساسي في النادي الاهلي. والرساله دي لمحمد ولغيره كله 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 طبعا، كل اللي بياخد زي ما انت قلت لي بس اللي ياخد وينزل فرصه يمسك فيها، قلت لي الكلام ده. ما هي دي اهاب، خصوصا في النادي الاهلي. الفرص ما بتجيش كتير في النادي الاهلي، عشان كده عارف ان اللي ما بيلعبش بيبقى قاعد، عارف انت اللي هو في حاله ترقب، عينيه كده مفتحه ومستني لو دقيقه، انا عايز اخد الدقيقه دي عشان اقول انا موجود، عشان المدير الفني اللي قاعد بره يوم ما يفكر ايهاب وعلاء. طب ما ايهاب لعب، بس ايهاب برضه لسه ما ادانيش اللي انا عايزه. انما علاء حاول. بص ايهاب كلمه حاول دي عند المدير الفني كبيره قوي. ده اللي انا بقول عليه، عشان كده يحسب لمحمد شريف ربنا يبعد عنه الاصابه ربنا يحميه، ان الراجل لما جه خرج بره القائمه الافريقيه ما قالش خلاص بقى انا لعيب بديل، اجتهد برضه. مع ان خد بالك ايهاب، من اكتر حاجات بتاثر في لعيب الكوره طبعا، حته وخصوصا في النادي الاهلي والزمالك والفرق ده بتشارك في افريقيا دي، يقول لك انت بره قائمه افريقيا، بره قائمه افريقيا، فماتشات الدوري صعب تلعب لانه والله ايهاب بتموته. لكن طبعاً. ليه؟ مباراه الدوري وعندك افريقيا، طب انا هضطر العب الناس مخيده، يبقى انت لكن هو لا، هو باعد فاصل الحته دي، هو كل هدف، وانا عندي هدف واحد بس، ان عايز موجود في التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي حتى لو دقيقه،
بره السنه دي، انا اكيد ان شاء الله السنه الجايه بعد ما نفوز ببطوله يا رب ان شاء الله على خير انا موجود. مين يقول محمد شريف بره؟ لا لا لا، محمد شريف موجود في القائمه بس. بالظبط، هو واكتر من لاعب كل واحد بيحاول يثبت نفسه، لكن زي ما انت قلت في لعيبه الفتره دي بتاعتها محتاجينها، زي سعد سمير اللي حضرتك قعدت واتكلمت معاه طبعا واطمئنيت منه. قلت له ايه؟ اول حاجه اطمنت على 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 اصابته. حسيت بحاجه في الملعب؟ قال لي يا كابتن الحمد لله كله تمام يعني خلاص. قال لي لا خلاص الحمد لله مفيش حاجه خالص، دي اهم حاجه انا عايز اطمن عليها بس. لله. حتى اتفرجت عليه في المباراه، لا كل حاجه تمام والجري وكل حاجه كويسه فيه. بصيتك انت ليه في الملعب استلام ما هو انا طمنت على دي، طمنت على حركته على جريه بيقابل ازاي بيعمل. لا هو سعد بقى خلاص، سعد يعني سعد وطريقه لعبه ما تحسش في حاجه مشكله في الجري، يعني تاخد بالك من جري وتحركاته، لا طبيعي الحمد لله رب العالمين. وحتى الجهاز الفني اطمئن من الحته دي، زي ما انت تفضلت وقلت عندك اختيارات كتير قوي. بالظبط، ما عندكش مشكله خلاص. برضه انا كنت قلت امبارح ان الجهاز الفني اطمئن على كولوبالي، كان عنده كدمه كده لكن هو بسيط لعيب كاس ولعيب اضافه. اه طبعا طبعا، مفيش حد يقدر يقول لك غير كده يا اهاب، يعني الراجل مسك جاترون جابه لعب ما عادش واضافه في خط دفاعك امان، عنده خبره كبيره جدا جدا جدا. خد بالك في اماكن في الملعب يا اهاب محتاجه خبره، محتاجه حتى لو سن كبير شويه لكن خبرته في الحته دي تنفع، خصوصا في المكان ده. المكان ده مهم جدا، حته الخبرات تفرق معاك قوي، تفرق معاك جدا 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 في المكان ده غير اماكن تانية محتاجه عنصر شباب وجري وحركه. لو انت سنك كبر وبدنيا مش قوي تبان تتكشف زي ما بيقولوا في لغه الكوره، لكن لو انت صغير بتحرك بتجري بقى لا لسه ما شاء الله، بس في المكان ده محتاج حد بالنوعيه دي. بذكر الخبره شويه ادخلك تاني، عماد متعب والحديث ان عماد متعب لا هيبطل خلاص بقى محلل، عماد قيمه كبيره جدا ونجم كبير، لا عماد هيرجع تاني بيفكر يرجع وتراجع عن الاعتزال، عماد بيجهز لمباراه اعتزاله تكون مباراه عالميه، تنصح عماد متعب بايه؟ بص انا اتكلمت عن عماد برضه انا وانت، اصل عماد ده من الناس المقربين جدا 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 ليا، وحتى لو قلت لك كلمه كده بعفويه او مش بعفويه يعني كان انا نفسي كان عماد يعتزل في النادي الاهلي، مش عايز عماد يخرج بره النادي الاهلي. انا من وجهه نظري هو عماد طبعا حر اكيد يعني يفكر زي ما يحب، لكن انا شايف ان عماد خلاص هو اختار ان هو بعد ودخل في حته ان هو بقى محلل وكده وما شاء الله بيتكلم جيد في الكوره. اللي انا شايفه ماتش اعتزال يليق باسم عماد، جمهور النادي الاهلي اكيد هيروح لك انه بيحبك جدا جدا طبعا جدا وعارف قيمتك كلاعب كوره طبعا، وخلاص على كده عماد هتلعب ايه سنه؟ انت فاهمني؟ سنه عماد برضه إيه؟ شايف يا كابتن اللي هو جواه طاقه بص ممكن تديله. هقول لك كده مفيش حد زي عماد متعب في المكان ده، اقفل بقى النقطه دي خالص من جميل. الاخر بس جميل. المكان ده جميل. لما تيجي تقيس حد في المكان ده تقول هو زي عماد متعب. وانت جاي حد بيقول لك هات لي مهاجم زي عماد متعب بس كفايه أنا حتى جمهور الاهلي والله يا ايهاب انا لو عماد معلش هو طبعا كل عين نفسه يلعب ونفسه طبعا، لكن انا لو من عماد الكلمه دي تكفيني. انا عايز فروت زي عماد متعب، انت ما شاء الله الناس كلها بتبقى اسمها بس لما يبقى جواه هو المتعب عارف ان هو قادر ياخد ولا خلص. لا بص هو عماد انا رايي خلاص يا عماد جميل كده وسيب وسيب الايام الحلوه قوي اللي الناس كلها بتفتكرها لك دي سيبها كده، وماتش اعتزال حلو يليق باسمك وتاريخك الكبير جدا، و خش في مجال بقى التحليل. هقولها لك بصراحه فضل. هو طبعا كان فتحها معاك كابتن شوبير اثناء الاستوديو التحليلي على اون سبورت، والراجل قال والله بفكر وانا همشيها لك واحده واحده فضل. وقال اتمنى ان في الست شهور الاخرانيين دول ارجع النادي الاهلي بدون مقابل واشوف وها هل دي تبقى دعوه كويسه من عماد يقابلها النادي الاهلي انه يفكر في القصه دي ولا مش تبقى مطروحه؟ يعني انا احب اتكلم بوضوح. لو القرار في ايدي انا ارجع عماد متعب. لو القرار في ايدي في ايدي ارجع عماد متعب كابتن علاء لا يا برجاوة هات لي كده ايه كادر الكابتن علاء وارفع لك ايدي لو القرار وهعملها زي ما بقول اهو ايوه اقسم بالله ان القرار لو في ايدي هرجع عماد متعب الست شهور دول احلى تكريم لعماد ويعتزل في بيته في ناديه واكيد مش هيحصل اي مشكله خالص لو شهر أنا يناير فيدي. ويشم نفسه لو انا قرار في ايدي ما بخلش في حاجه زي كده على عماد تمام ممكن تعرض القرار ده على لجنه الكوره مش باختصاصي لكن انا بقولها لك الرساله وصلت انا على انا بتكلم دايما ده بدردش انا وانت رايي ورايك انا بقول لك انا لو انا قرار في ايدي
احلى تكريم لعماد متعب الفتره دي. ومش كتير على عماد طبعا. انت طبعا والله يا عماد مش كتير طبعا، ما بتلاقيش حد زي نوعيه عماد ده خالص. وبعدين الاهلي دايما بيكرم ابنائه، بس واذا لم يكرم عماد متعب بس بالظبط كده، ده لازم يبقى احسن تكريم لعماد متعب طبعا. واحد ما شاء الله واخدها من ما فيش من استراحه بتاعه النادي الاهلي في الناشئين. والمشكله ان انت بتكلمني كمان، انا عماد متعب من اللعيبه القليله جدا ان انا متابعه وهو لسه صغير، زيه زي مؤمن، زي حسام غالي، عارفهم كويس قوي، زي هشام محمد، بس هشام بعد شويه لكن حافظهم. هروح معاك الحته دي بس هكمل لك. كلام كتير بيتردد ان في عرض نمساوي، نادي مورفيك النمساوي، وعماد لسه بيفكر وهيشوف. عندي روايتين اتفضل، لكن عندي تصريحات على لسان الكابتن عماد خاصة بينا، لكن هو مش مصرح له عشان هو موجود في قناة فضائية بالحديث إلا بإذن يعني. فإحنا عندنا الكلام اللي هو قاله لنا بشكل خاص إن كلها دي مكالمات تليفونية، ما عندوش عرض رسمي حتى الآن، ما عندوش حاجة في إيديه، ما عندوش حاجة يقول عليها آه ولا لأ في هذا المشهد. أنا يمكن كنت قبل ما أجي بسمع الإذاعة وكان الكابتن شوبير بيقول تصريح وبيقول ان عماد متعب رئيس النادي النمساوي اسمه مصطفى النمر مكلم الكابتن شوبير وبيتمنى ان عماد طبعا قيمه كبيره طبعا يكون موجود. النادي ده لسه طالع للقسم الثاني وهيطلع للدوري الممتاز، وشايف ان عماد هيكون اضافه كبيره. ده الموقف الموجود حاليا. الموقف الموجود ان الكابتن عماد متعب بيقول انا نفسي اختم الست شهور اللي باقيين وارجع الاهلي اشوف الاجواء. الموقف الثاني ان في كلام من نادي في النمسا. الموقف الثالث كابتن عماد بيقول لك لسه ما فيش حاجه جايه لي عشان اقول اه ولا لا. طيب انا سمعت منك كل الروايات، هو رده واحد بس، لا. بره ولعب وكده لا. خلاص يا عماد خليك هنا، خاصه ان لازم النادي كبير يليق بعماد متعب، لازم اسمي يليق باسم عماد. وانا رايي لا لبره، لا بره لا خلاص يا عماد. لكن هو لو اللي احنا اتكلمنا فيه ده لو حصل، الله اعلم ايه اللي بيحصل طبعا في النادي الاهلي، ماشي. ما حصلش زي ما متفقين، وانت مرحب يا ايهاب، انا شايف وشك. وانا انا مش مرحب، مرحب ان هو قلت له خش عليه تاني عشان يقولك لا كمان ان هو يستاهل، مجرد تكريم كويس قوي صراحه، كويس جدا، ويشوف هو عايز ايه. انا مش عايز اتكلم في الحته دي، لكن في لعيبه في اخر ايامها ربما الظروف بتخليها تظلم في فرقتها. عماد متعب اتظلم في اخر ايامه مع النادي الاهلي، مش عايز اخش فيها عشان كان فيها قبل كده. دايما انا بقول حاجه كلمه كده اهي، انت عندك لعيب هايل زي عماد متعب واكثر من لعيب، وانت مدير فني، دايما القرار الاول والاخير ليك انت، وكل الاحترام ليك كمدير فني. خلاص مقفوله، خلصت بس مقفوله. في لعيب زي نوعيه عماد ده، نوعيه كويسه محترمه. انا ممكن اقول حاجات ما ينفعش اقولها يعني عشان ما اتكلمش على لسان حد. عماد متعب جاله عروض في الدوري المصري، عارف جاله عروض في الدوري المصري ما تترفضش وما رفضهاش غير واحد والله باقي على اسمه مع الجمهور، مش اكتر من كده. والله انا عارف عماد، ما في حاجه كانت بتحصل عماد غير بيكلمني وياخد رايي. انا بقول لك ده من الناس اللي انا يعني اخوات يعني، تمام. فواحد بالنوعيه دي، بالادب ده، بالاحترام ده، بحب النادي وحب طبعاً جمهور الاهلي، الجمهور الاهلي ليه والمبادله اللي بينهم الاثنين، يعني يستاهل احلى تكريم في النادي الاهلي. بص يا اهل، نادرا لما بتلاقي حد كده لعيب الكوره دايما، والاهلي في التكريم ما بيتاخرش خالص يعني. طبعا الاهلي في التكريم مباراه اعتزاله هتتعمل على ان شاء الله، يبقى مهرجان طبعا يليق باسم عماد، وده اقل حاجه تقدمها لعماد. غير لو الحل مهرجان يليق باسم النادي الاهلي وباسم عماد، زي مهرجان اعتزال حسام حاجه جميله، تحفه، حاجه عالميه. بص يا هاب، احلى حاجه في لعيب الكوره اللي بيتمناها لما يبدا في نادي كبير زي النادي الاهلي والجماهير العظيمه دي، يقول لك يا نفسي بقى ابدا هنا وانتهي في النادي الاهلي، اختم في وسطهم. انا كانت امنيه حياتي ان اختم حياتي في النادي الاهلي، اقول يا جماعه انا اخر سنه ليا خلاص. بس اللعيب هو لسه طالع من الملعب، قرار الاعتزال ده مش سهل. لا طبعا خالص مش سهل، لا لا لا، حتى لو جهاز فني وناس شايفه، وحضرتك اكيد مريت بده، بيبقى جواك حاسس ان انت لسه قادر صح، قادر وبتحاول وكده. لكن الميزه في عماد زي ما انت قلت يا ايهاب، ايه؟ جات له عروض وهو رافض، هو مش عايز يخرج بره النادي الاهلي، هو مش عايز. خلاص انا ممكن اعمل ماتش اعتزال هنا، لكن يعني انا مثلا انا اجبرت ان انا اخرج من النادي الاهلي، مش خارج بمزاجي. انت لو خيرت لازم تحط اجبرت دي. طبعا، لان هو في حد في مجنون، في اجيال اصلي، لا في اجيال ما كانتش متابعه. ما ينفع يا بص يا هاب، هو في كلمه بقولها، ما فيش حد مجنون وبعمل لك حركه ثاني. لو موجود في النادي الاهلي بقول لك انا عايز امشي بره النادي،
ده تعرف ان هو كده تروح مصنفه متخلف كرويا، بس انت في مكان تتمنى تبقى موجود فيه طول حياتك، لعيب اداري اي حاجه، طول ما انت جوه النادي ده انت في احسن مكان في الدنيا. عشان كده بقول لك استحاله تخرج بره النادي بمزاجك، تبقى كرويا انت بني ادم متخلف. لكن اسمح في يناير ان 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 العمده يكون موجود الست شهور دي، حاجه ولا اروع، وانا مع حضرتك فيها. وتكلم الحاجات دي بقى ليها امور ان شاء الله تتشاف بالشكل المطلوب. طيب ارجعك تاني بسرعه للسداسيه واطمئنانك على سعد سمير وخط الدفاع، شايفه بشكل كويس جدا. شايفه المباراه اللي احنا بنتكلم عليها كتير، لكن هي المباراه الكبيره طبعا، المباراه الكبيره الحمد لله لعبت النادي الاهلي تشافت ورجعت بشكل كويس جدا. مباراه رغم ان انا عندي ارتياحيه كبيره جدا، ورغم ان انا عكس معظم الناس شايفها مباراه النادي الاهلي مش بالصعبه بالشكل ده، لكن انا حابب حته الشده دي اللي تخلي اللعيبه جاهزه. لسه هقول لك، انا حابب تروح المباراه وانت مشدود وانت مش قلقان في الالم قلقان بس قلق ايجابي حريص، قلق ايجابي وحرص. ما تروحش وانت مستريح. فلعيبه النادي الاهلي الفتره بقى اللي بنتكلم فيها دي اهاب، فتره التوقف دي اللي حصل فيها الحمد لله كل المصابين بتوعك رجعوا واطمنت عليهم، فانت ما عندكش مشكله. خلاص كده انت ان شاء الله الكتيبه كلها جاهزه، عارفه رايحه فين. دايما بقول لك انا الكلمه دي، عارفه رايحه فين، عارفين ايه الهدف، مش فارق معاهم حاجه خالص. مرحب بالجماهير، مرحب بالتعصب، كل اللي انت عايز تعمله تعمله. في الاخر في 11 نازلين و11 وحكم في النص هيصف بس، واتقفل اتقفل الملعب على كده. اتفضل الاحسن واللي مركز واللي 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 هو اللي ان شاء الله هيوصل للنهائي، وان شاء الله من نصيبنا اكيد ان شاء الله رب العالمين. 2-0 نتيجه مش قليله. طب بتدور طبعا على تكسب الاهلي 3-0، انت بتتكلم في حاجه شبه مستحيله. من الفرق اللي بتحرز بره ملعبها يعني كانها بتلعب. لا ما انت ايه، انت عايز تعمل، انت عايز تكسب 3 وما يجيش فيك حق هدف طبعا. ودي طبعا لو معادله كده بتيجي تتكلم حتى الناس اللي في الجزائر صعبه جدا، انت بتتكلم في حاجه صعبه. واكيد هم وصل لهم ان كل الناس المصابه رجعت طبعا، متابعين احمد فتحي الحمد لله امبارح طمنت عليه ورجع وحاجه جميله ورجع. المباراه اتذاعت على قناه النادي الاهلي فبتشاف احمد فتحي ده يعني يعني ما شاء الله زيه زي لعيب كتير قوي، زي حسام كده. عايز وقفه. وقفه ايه؟ ده بيلعب امبارح يا ايهاب وحياه ربنا زي ما بحكي لك، كان واحد اول مره بيلعب وعايز يثبت نفسه ان هو كويس. انت متخيل الراجل وصل لايه؟ هو على يعني فتحي على طول على كده كابتن. ما انا ما هو يعني بقول لك يعني شوف انت عارف، انت عارف انا اتكلمت عليها ليه يا ايهاب؟ يعني هو في لعيبه كتير قوي ما شاء الله، بس فتحي ده مثال للعيب الكوره المجتهد اللي هو بيتفانى في كل حاجه، اللي بيحب نادي قوي، بيحب كوره قوي، واللي بيثبت نفسه لنفسه قبل اي حد. ما في بقول لك يا ايهاب والله امبارح بتفرج على فتحي، واحد طالع من الناشئين عايز يقول لي مستر كالترون انا كويس، النبي خد ما شاء الله الله اكبر يعني خشف. نفس الكلام حسام عاشور، حسام عاشور مش محتاج ماتشات وديه، حسام ما شاء الله طبعا. انا بقول لك حسام وصفته بحاجه، بس كله بينزل يأدي كانهم لسه لاول مره بيلعبوا. انا وصفت حسام بحاجه يا كنت معاك، انا بقول حسام من اللعيبه اللي خلاص من كتر ما بيلعب في المكان ده لو غمض كده هيلعب. لا حسام امبارح بيلعب هي دي الحاجه السر اللي الناس مش عارفه توصله كويس في كل الفرق الثانيه، في السر في اللعيبه. ان اللعيب ازاي بيوصل بقى جواه كده، وفي السر لاختيارك انت للعيبه طبعا، واللعيبه اللي بتطلع من عندك طبعا بتجيبها ازاي وبتطلع ازاي طبعا. خصوصا الناشئين بتاعك انت مربيهم على ايه ومعودهم على ايه. الناشئ عندك انت في هدف قدامه لازم يتعب قوي عشان يوصل للهدف ده، الهدف ده مش اي حاجه خالص. طول عمرنا متعودين على كده يا ايهاب والله، واحنا صغيرين كده كنت الهدف بتاعك تشوف اللعيب بتاع الفريق الاول، انت شايف قدامك اسطوره اللي هو تقول ياه وانا ممكن اوصل كده. تجربه شخصيه لي انا، انا كابتن ثابت البطل الله يرحمه هو بلدياتي كويس، هو طبعا كان من زمان في النادي الاهلي ما شاء الله طبعا. انا كنت دايما بلعب في الشارع عادي، كان لما يعدي كان عنده عربيه فولكس كده، كان لما يعدي طبعا نوقف نتفرج على كابتن ثابت تسرح خيالك يروح ايه ده الواحد ممكن يبقى كده ويركب عربيه وكلام من ده والناس وحياه ربنا يعني. وانت بقى لسه مشمر البنطلون وبلعب كوره شراب في الشارع وحالتي كارثه، عمال بقى ترقص الشباب كده وشايف نفسك وحياه ربنا يا فاهمني. فالواحد لما بيفتكر الحاجات دي بتتبسط بتضحك. لما شفت الكابتن ثابت الله يرحمه قلت له الجمله دي كابتن ثابت، اقول لك حاجه، كابتن ثابت من يوم رحت النادي الاهلي كويس، هو طبعا احنا في الحمديه العائلات معروفه وكده. يوم ما رحت النادي الاهلي بالظبط وعندي 16 سنه والاسم بدا بدا كابتن ثابت حاسس كده ان اخ صغير لي موجود في النادي الاهلي والله يا هاد. اهتمام من غير ما يتكلم مع خلاص مش باهتمام اللي هو لاعب لا خالص،
اهتمام وبدا يديك ايه في نصايح بقى اي بس بس بقول لك بدا يديك السر انت في مكان حافظ حتى وانت صغير كده مع انك لسه ما فيش ملامح انت كنت هتبقى نجم ولا هتوصل لا لكن هو بدا حافظ اتكلم بص هيفرق عليك في الملعب بقول لك ايه احنا كنا بنتمرن وحياه ربنا والفريق الاول اتفرج عليه واحنا صغيرين اقسم بالله يا اهاب انت قلبك بيرقص من الفرحه مش عايز تخرج من الملعب هم عايز يتمرنوا بعدك هيتمرنوا بعدنا فانت بقى فأنت ايه مش ممكن قاعد بره تحس قاعد بره كده مسنود كابتن خطيب كابتن ثابت كابتن مصطفى الله يرحمه كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس كابتن اكرامي لو واحد منهم قال لك انت ايه ده اللعيب ده كويس كابتن جمال عبد العظيم مره ربنا يشفيه يا رب والله العظيم كنا بنلعب مباراه 17 سنه وهو كان قاعد بره جه سلم عليا كابتن جلال عوزي فاهمني جنان وحياه ربنا طب بقول لو جنان بجد يعني بتحصل لك حاجات في النادي الاهلي طول ما انت صغير بس يبقى عندك هدف انت عايز توصل للهدف ده فهو دايما وانت صغير كده بيوصلك الكلام ده في النادي الاهلي عشان كده تطلع الكلمه اللي انت قلتها اهاب عارف كده تحس ان انت في عمال تكون شخصيتك تكون شخصيتك بس اهم حاجه من كل ده شخصيتك انت بقى انت عايز ايه ما انا بديك كل حاجه كويسه انت هتستفاد طب انت هتقدر النعمه دي ولا لا اللي احنا دايما بنتكلم فيه في الحلقات دي اهي ربنا مديك نعمه يعني بعد ما تركب الهولكس برضو تركز تقول لا زي ما انا هبقى الاحسن مش بعد ما تركب عربيه ربنا يكرمك تروح عامل كده ضارب شمال شكرا مفيش رجوع شكرا تعيش بقى على ذكريات ماتشين ولا خلصت بقى انتهت خلاص في نماذج زي دي كتير والمشكله اللي ضايقك من غير ذكر اسامي اهي مواهب بس خدتها على لسانك لا ما انا والله العظيم ما انت عارف انت على قديمه مواهب طبعا لكن هي بعدت شويه عن بعدت عن الحاجه الصح نعمه ربنا مديهالك امشي فيها صح في الاخر بقى اعمل عايز تعمله لكن كوره يبقى كوره بس كوره وحاجه تانية ما ينفعش ليه اللاعب الموهوب بيحس اللي عنده حاجه مش عند اللعيب التاني وبيجي اللعيب اللي عنده امل وطموح وبيجتهد اكتر بيعدي الموهبه دي لو صاحب الموهبه دي ريح كده بالظبط ما هو لوحده ما تنفعش موهبه مع شغل لازم موهبه مع طموح ربنا مديك موهبه إيهاب وعلاء الاثنين بيلعبوا إيهاب عنده الموهبة وحاجة جميلة جدا علاء عنده طموح ونفسه يوصل ويبقى كويس كويس الموهبة لوحدها من غير شغل ما ينفعش لكن التاني اشتغل على الحاجة اللي عنده اللي ربنا مديها له بس بس مش موهبة اشتغل جامد جدا 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 بقى حاجة جامدة انا هديك مثال بحب اتكلم عليه لان هو ليه فضل عليا في لعب كابتن مجدي عبد الغني كابتن مجدي عبد الغني طول عمره في الناشئين ما كانش مهاري عافيجي ما كانش مهاري لا ما كانش مهاري وكان لعيب يعني اقول لك عادي ومش عارف لكن في ميزه بقى درس مثال فيها في كل لعيب اخلاص وتفاني وعايز اوصل باي طريقه هموت والعب في النادي الاهلي هموت وابقى نجم لحد ما ربنا كرمه وبقى نجم النجوم اجتهد في النادي الاهلي اجتهد مع فريق كبير قوي اجتهد في وسط نجوم بقى مجدي عبد الغني وبقول لك دايما لما باجي اتكلم كده من الناس اللي هي فاضله عليا يعني تخيل لما اطلع صور كده ومجدي يكلمك وهنا 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 تحس ان هو عايزك تبقى كويس ميزه برده من الحاجات الاسرار اللي في لعيبه النادي الاهلي لما تطلع جنب نجم ايهاب هو عايزك تبقى كويس مش يكبر طبعًا دماغه طبعًا لان ممكن يروح ماليش دعوه بيه الجميل ان اللي انت بتقوله ده حاجه طبعا كويسه جدا لكن كابتن مجدي مدرسه في طريقه لعبه وانت مدرسه ثانيه في طريقه لعبك خالص يعني نفس ربما يكون نفس المكان نفس التحضير من تحت بس كل واحد فيكم يعني كان ليه شخصيته في الملعب في الاخر بتكمل ايه الفريق بالظبط بالظبط علاء يعني الفضل. لو كابتن مجدي كان عنده قوه واداء كان لازم بيحتاج المهاره لازم عايزها انت راجل معروف من عندك اللي انت لكن معلم في وسط الملعب لكن زود بالظبط يعني مثلا في اوقات بنلعب ايه علاء كابتن مجدي في النص كابتن مختار ثلاثه غير بعض خالص غير بعض خالص الثلاثه ما نشبهش بعض يعني انا اعتقد كابتن مدير الفنيين كان يقول لك انت كابتن علاء زود الالتحامات شوي صح كده بس على كده لكن الفريق كله ايهاب لازم كل واحد ليه ميزه في الاخر بتجمع الفريق بتاعه ما فيها مدير فني بقى بره عارف كل واحد ياخد بس. لا والتوليفه اللي انت بتقولها دي لا دول ثلاثه لا غير اللي كانوا موجودين كمان يعني قلت لك ازاي في نص الملعب انا لما طلعت لعبت في نص الملعب لا اما بفكر العب في نص الملعب لما طلعت وانا صغير ما بصش لا بص على طول بقى ايه ده لا ده كابتن خالد جدال كمان اللي عمل لا بص كابتن خالد كمان ده ممتع في اللعبه كابتن خالد جدال متعه في نص الملعب فبقول لك اما تطلع وتشوف الاسامي اللي كانت محمد عامر كان بيلعب ودي الاثنين مربوطين بس بيلعب مثال قدامك اهو في النادي الاهلي بص كابتن خالد جدال يا دوب
حد واحد تاني ما كانش خايف مليمتر يا حبيبي الله هي دي كويس. فكل واحد ليه حاجه، كل التوليفه يا اهي في الاخر بتديك شكل اداء للنادي الاهلي. اللعيبه دي عامله ازاي؟ كل لعيب في الملعب بتشوفهم دول عنده ميزه طبعا، عنده ميزه وهو عارف هو فين، فتحس كده التوفيق بيجي من عند ربنا فعلا. يعني ماتش زي ده سبحان الله ربنا موفقنا بطريقه مش طبيعيه فعلا، مكتوب لينا كده. تعبنا قوي في الكاس ده، ده من اجتهاد بقى بس. يعني مش من يوم وليله جالك لا 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 خالص، لا 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 والجمهور من يوم اهو، الجمهور على الوعد والعهد من يومه. جمهور الاهلي اجمل حاجه في الدنيا يا تستمتع بيها جمهورك، ومش اي جمهور النادي الاهلي تستمتع بيه. في اللحظات الحلوه اكيد شايلك في السماء، اللحظات الوحشه واقف وراك بيساندك عارفك عاجزك. يعني عمري ما حضرت ماتش الجمهور النادي الاهلي شفت الجمهور حتى لو الاداء ما عجبوش او النتيجه بيهاجم لعيبته خالص، تسقيفه وتشجيع ويلا. وحتى الكلام بتاعه والاغنيه بتاعته اغنيه تحمسك. لكن ما بيهاجمش، ما يغلطش في لعيب، ما يغلطش في مدرب. هو ده ميزه اهاب، عشان كده بقول لك النادي الاهلي يحفزك. طبعا النادي الاهلي دايما اللي بيلعب في النادي الاهلي مميزات كتير جدا. يا اخي انت عندك ميزه بجمهورك يا اخي ما شاء الله. كمان بقول لك اللي بيلعب في النادي الاهلي ده يكفي انك تلعب في النادي الاهلي وراك جمهور في منتهى الجمال اللي في الدنيا. مظبوط، اللي هو انت تتمناه بقى في اي حته، جمهور النادي الاهلي. وتسكت بقى، لان جمهور النادي الاهلي مع احترام لكل الفرق حاجة تانية خالص. جمهور لوحده خالص، ثقافة وحاجة تانية لوحدها خالص. بس وين فاهم، ما حدش بيملي عليه حاجة، شايف الأمور، عايز الفرقة إمتى، لما يبقى محتاج الفرقة محتاجاه ليه في ظهرها. في ماتشات ساعات ما تلاقيش فيها جمهور، لما يكون مسموح بجمهور الدنيا ماشية. لكن من غير ما تنده جمهورك لو أنت في ماتش محتاج فيه الجمهور بتلاقيه مال يا إيهاب. في المباريات اللي أنت محتاج فيها جمهور، التمرين قبل المباراة يا إيهاب، التمرينة مش الماتش. اتفرج على الجماهير بتعمل إيه في الاستاد تتش. طبعا يعني قال بالك الدنيا في تمرينه، لو هو انت نفسك تلعب بقى الماتش الوقت، لو خدت بقى الطاقه والباور اللي انت عايزه قبل بس المباراه، بس على كده روح بقى العب مباراه ربنا يكرم، انك انت في نفس الوقت عايز تفرح الناس دي كمان. بذكر السلو باص الحلو ده بتاع الكابتن خليج عبد الله، وساعتها بقى الجرايد الميديا كانت قليله يعني جدا. ايوه هم ثلاث جرايد، اخبار اهرام، جمهوريه، كنتوا بتحرصوا تجيبوا الجرايد وجريدتين كده رياضه بس. عن نفسي بالليل كنت احب كده امشي مع اصحابي في الحمديه اجيب الجرايد وكده. بس عارف ايه، ما كانش همك الاول والاخير اتكتب عليك وما كتبش عليك ايه، انت همك الاول والاخير عايز تكسب وتجيب بطوله للنادي الاهلي. والله العظيم انا فاهم، بس انا باخد ايه، بربط كده حاجات كده. لا الموضوع ايوه الموضوع كان مختلف خالص. ما انت معاش معانا الموضوع، هم ثلاث جرايد وخلاص على كده. بس لكن طبعا غير الايام انت فيها دي خالص، طبعا الموضوع مختلف تماما. الاعلام والسوشيال ميديا بقى حاجه جباره. وكنت دايما تهتم لو تطلع الماتش تشوف المعلق قال عليك ايه ولا لا؟ لا خالص خالص. ما انا كنت بعرف انا عامل ايه من واحد بس الله يرحمه وسامح ابويا. والله العظيم ما كانش يسيب لي ماتش كويس. لو وحش روح مخبطني وش. والله العظيم كان بيجي لك الملعب ولا يشوفك في التلفزيون؟ لا 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 ما بيسيبليش ماتش في الملعب. لما شاف في الاستاد بيروح، انا فوجئت ان هو كان بيتفرج عليا في الناشئين، انا ما اعرفش. بيجي لك عشان يشوف. بتفرج عليك كويس، ماتشات في الاستاد على طول موجود، كنت بعرف انا كويس ولا وحش منه هو. كان اكتر حاجه اقول لك ايه في الاول في البدايه؟ ما عمره ما كلمني في حاجه خالص. والله العظيم يا ايهاب الله يرحمه ويسامح ابويا، عمره ما قال لي حاجه خالص. انا عارف ان من يوم ما انا صغير كده بلعب في الشارع ان هو اهلاوي متعصب جدا جدا جدا. جدا كمان. العب ماتش وحش ولا حاجه كان بيقول لك انا عايزك زي مين؟ ولا حاجه. بقول لك يعني هو راجل اهلاوي وكان مثلا يقول لك ايه؟ خالص ربنا كرمك رحت الاهلي انا عايزك زي فلان خالص. عمره كان في الكوره خالص وحياه ربنا. بلعب ماتش حلو براحت. خالص العب ماتش حلو مبروك وحضن وكده، العب بقى ماتش مش كويس ارجع البيت. ما بيقولكش حاجه بس لا. ايه؟ بس مدي وش. مدي وش. فاهمنا؟ يعني مش هو بقى... لا مش هو اللي بقى يتوسط لي في الموضوع ده ويهدي الامور الحاج ربنا يبارك في عمرها. يوم الثاني يبدا ايه يتكلم معايا، اجيب لك شد حيلك تفهمني جول ولا حاجه ولا ماتش حلو ولا ايه. طبعا مبتسم والامور كويسه. هو دايما كنت اعرف انا عامل ايه فيه. لكن ما كنتش اهتم المذيع قال ايه او ما قالش ايه. تعليق اليومين دول يختلف عن تعليق الفتره اللي فاتت. طبعا طبعا طبعا. عندنا معلقين بدون ذكر اسماء ولا خلاص التعليق كان زمان؟ عندنا بس الموضه مختلفه اهي. زي السوشيال ميديا كده زي ما بنتكلم فيها انا وانت، الموضه مختلفه شويه. مختلفه قوي كمان. زمان تحس المذيع على سجيته كده. مع ان سبحان الله ما عندوش هدف في الجمله اللي بيقولها. لا يا حبيبي انا بقول لك على زمان. على سجيته. على سجيته انا قصدي اقول على سجيته على طبيعته. بيقول اللي شايفه بطبيعه جوده. بس اقول لك في ميزه، لحد الان في معلقين الله يرحمه ويسامحهم كلامهم
معروف لحد دلوقتي، محفور لحد دلوقتي، والجيل الجديد والجيل ده عارفه عشان هو بيذيع مباراه ملوش دعوه بعلاء بيعمل ايه، ايهاب بيرمي كلمه عشان وراها كلمه، لا 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 حتى كابتن لطيف كان زملكاوي وكان بيتعامل يعني عادي جدا، كان بيجي كان بيجي ماتشات اهلي مفيش اي مشكله خالص. فهي دي اللي هي دي الفرق طبعا يعني. انما التعليق بتاع اليومين دول اختلف شويه. طبعا جامد. طبعا 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 جامد. حاسس ان في جمل بتتقال كده يا عايز تخبط اللعيب في حيطه يا بتجامل اللعيب يا بتجامل اللعيب وهو ميت في الملعب. بالظبط، ما انا بقول لك يعني الوقت في طبعا في طبعا، وفي على فكره معلقين ممتازين طبعا تسمع كده كلام حلو، بس بعدنا شويه عن مدرسه التعليق. بس عارف ليه يا هبة؟ عشان المعلق بقى داخل مش في المباراه، بقى داخل في حته تانية، كلمك في حاجات بره المباراه كتير بس. لكن لما يخش في المباراه وهم كده كلهم هنا على فكره بقول لك في شويه ممتازين، يخش في المباراه تحفه تحفه وتعليقات حلوه كده بادب بالشياكه تضحك لا حلو. في ناس طبعا ممتازين طبعا اكيد يعني، وفي قله بقى بتخرج بره المباراه بتخرج بره المباراة. لا خلينا نرجع جوه المباراه ونرجع لمباراه الاهلي، اتمرن تمرينتين ملعب هناك ترتان او نجيل صناعي بتفرق، ويبدو انها بتعمل برضو بعض المشاكل، لكن لعيبه النادي الاهلي اتعودت على اللعب على ترتان اتعودت وما اعتقدش ده مشكله، لكن مهم قوي تمرينتين قبل المباراه دي حاجه كويسه طبعا، دي لوائح وكويس ان الاهلي بيستغل اللوائح. انا محتاج اخد تمرينتين على الملعب اشوفه بشكل كويس، حاجه غريبه بالنسبه لك بقالك فتره كبيره ما بتلعبش على ترتان. ترتان بس بيختلف في حته سرعه الكوره، سرعه الكوره بتبقى مقلقه شويه، خصوصا النادي الاهلي مش متعود على الترتان، وفخ الصيف متعود. هي دي. لو كابتن طارق يحيى امبارح كنت سامعه بيتكلم بيقول يا جماعه النادي الاهلي يخلي باله، لان في الجزائر مش بيلعبوا على الترتان بس، بيملوا بيبلوا الترتان ميه قبل الماتش جامد قوي. لسه هقول لك دي بيعملوها على طول، عشان كده بقول لك تمرينتين، واكيد مسكاترون هيعمل في التمرين الاخير هيبل الملعب بتاعه طبعا. لازم مهم جدا تاخد الاحساس بتاع التمرين اللي حصل لك في الملعب، مشيت الكوره سرعه الكوره، انت حركتك انت اهاب على الترتان ومبلول غير على ملعب نجيل عادي، انت حركتك كلاعب وكده تقف تتحرك وكده بتفرق. وزمان مارون كان بيبل النجيله العاديه بيرشها كده، ده الموضه بتاعت رش النجيل ده لازم في التمرين وفي المباريات. لازم سرع الكوره، سرع الكوره، هو عايز الكوره سريعه عشان لعبتك، عشان لعبتك. شوف بيبص على التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتنجح، حاجة صغيرة جدا هي اللي بتديك المفتاح بتاع النجاح، وذكاء المدير الفني، ذكاء المدير الفني، واستغل حاجة زي كده، ليه ما استغلهاش ليه؟ حاجة في ايده ممكن اعملها وحاجة قانوني اعملها انا بقى احسن فيها. لكن شايف ان التمرينتين ان شاء الله يكونوا كويسين، ان شاء الله رب اهلي يأدي عليهم بشكل كويس، خلي لعيبة حتى ترتاح على الملعب قبل ما تلعب. بالظبط، وعايز اقول لك لعيبة كتير قوي لعبت على ترتان من النادي الاهلي ما عندهمش مشكلة، هو بس محتاج تمرينة تمرينتين الموضوع بالنسبة له خلاص، يبل بقى الملعب يبلش الملعب، اعتقد الامور بالنسبة لعيبة النادي الاهلي متعودين عليها، مش حاجة غريبة. امور متعودين، وان شاء الله المباراة تعدي بالشكل المطلوب. في المقابل بقى انت بتقول المنافس اكيد متابع، والمنافس طبعا. اكيد شايفين مباراه السداسيه، اكيد شايفين لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب، وليد ازارو مع منتخب بلاده، كوليبالي مع منتخب بلاده، مروان محسن مع منتخب مصر. انا انبسطت قوي على فكره مروان جاب هدف، فرحان جدا الاهلي مروان هدف في مع المنتخب حلو، دايما المهاجم محتاج هدف، مروان كان محتاج الهدف ده جدا، 2-0 وجاب هدف، اعتقد مروان راجع منتخب نفسيا وهدف تقيل واقف عليه. لا مروان لعيب كويس قوي، هايل طبعا يعني، بس ساعتها الاصابه عادته في وقت سبحان الله كان متالق فيه، لكن الاصابات دي انت ما تتكلمش. البعض بيتكلم ان بعض الانديه ممكن بعض اللعيبه ممكن ما تلعبش في فرقه لكن تلعب في المنتخبات، بتشوفها ليها شكل معين؟ لا خالص، بتفرق منتخب عن نادي عادي جدا. على فكره هنتكلم، بص ما بحبش الف وادور، نتكلم على مروان. تمام، نتكلم مروان مش هو نمره واحد في النادي الاهلي في وجود وليد، لكن في اوقات كتير قوي مسك الفريق بيلعب في اصابته يعني برضه ايه اصابته البعيده، لو سليم ما شفناش التنافس الصريح بينهم. هقول لك حاجه، وبيعت شويه عشان الاصابه، لكن لما رجع وخد فتره ورجع وبقى مروان طلع كاس عالم. بس طبعا في ثقه في الراجل، طبعا لعيب لعب كاس عالم، بس في ثقه في اللعيب نفسه، واوقات كتير قوي مستكاترون بيلعب بمروان ووليد، ما هو عارف الاثنين قوه كبيره جدا والاثنين هيستفاد منهم، طب ما استفادش منهم ليه؟ الى جانب ان مدرب المنتخب عارف امكانيات اللعيب ده. ما هي دي كمان، ما هي دي ميزه، ما انت ممكن تبقى بره المنتخب ما بتلعبش في ناديك، بس انت مش ما تستاهلش تلعب في ناديك، فمش هقول تلعب في المنتخب، لكن انا عارف امكانياتك، والراجل لعب كاس عالم وعارف حجمك وقيمتك كمهاجم، فانا لا ليه موجود معايا طبعا اكيد يعني.
موجود وبيأدي بشكل كويس كده، الرؤية واضحة طبعا. إن وان الاجهزه الفنيه يعني نفس الكلام ده مع هيكتور كوبر والكلام ده مع مدير فني تاني مختلف. طيب يعني انت مش مجامله وده واحد يعني انت ما بتجاملش مروان مثلا عشان في النادي، لا 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 ما بتجاملش، ما ده واحد بعيد اتنين بعيد عن بعض خالص بطريقه اللعب بتفكير بعيد، والاثنين مصممين على مروان، دي شهاده ان الراجل ده كويس. دايما المدير الفني هو اللي بيقول لك انت تستاهل او لا، شهاده من مدير فني، اثنين مدير فنيين، انك مروان لا بس حربت مصر نمره واحد ده اكيد. شايف ان الاصابه بس اللي خليته يتاخر في الفتره اللي فاتت بالظبط. انا بقول لك وانا بنتكلم بقول لك اصابه جت في وقت مروان كان في قمه مستواه، هي دي فرقت. مروان صلاح محسن ازارو، ما يكونوا الثلاثه جاهزين هتبقى المنافسه اكيد لصالح الفريق ده اكيد طبعا، والجدع استفاد من كل واحد او استفاد من اثنين مع بعض زي ما تحب. لكن الكلمه المشهوره نجومك قدامك والملعب معاك، نجومك قدامك وتصرف زي ما زي احنا بنتكلم. ايه انت بتتكلم جبت لقطه من الجو جابها ايه، فرقتين ما شاء الله الله اكبر نازلين الملعب امبارح. طيب وانت عايز احسن من كده كمدير فني يا ايهاب؟ فرقتين غير اللي بره، منتخب اولمبي ومنتخب اول، اختار اتفضل، المنافسه نار كله عايز يلعب وانت مدير فني قاعد كده براحتك تختار. ايهاب لا على، لكن كلهم سلام دي اهم حاجه، جاهزين فنيا ما شاء الله، كل لعيب فيهم بيفرق مع اي فريق. فتخيل التجمع ده كله معاك كمدير فني، حضرتك اعمل تشكيله ونقي، واكيد اي نجم من النجوم ده يبقى كده يبقى كويس. خلينا ناخد معاك فاصل ونطلع تقرير، وبعد التقرير نعود ونتواصل. طبعا لازم اقول تحيه كبيره للتقرير لكل زملائي، وتحديدا مش عارف مين اللي كاتبه، لكن حاجه محترمه جدا وحاجه بتخليك بتركز فيه، وان شاء الله تسعى يا اهلي مع الشهد بدون ان شاء الله دموع. لينا صديق طبعا مشترك الاستاذ اسامه دانيال بيقول لي انت ما شفتش بقى الكابتن علاء كويس ابدا يعني انت اتكلم، لكن ده بقى لعيب ما جاش في الملعب خالص. اشكرك يا اسامه. طب خلينا برضو، الناس كتير بتكلمني ان مباراه الاتصالات امبارح مش مباراه حقق فيها النادي الاهلي اهداف فنيه لفرقته بس، لكن برضه في لعيبه في الاتصالات كويسه الاهلي بص عليها. هما في من الموسم اللي فات عشان بس نبقى الكلام صح، اللي هو يوسف يوسف عماد يوسف علي واسماعيل عماد. دول 1.99 يوسف لعب كويس جدا ومهاري جدا، بمناسبه هو قريب محمود وحكيم على فكره. اكيد انت عارفه طبعا. كويس. واسماعيل مواليد 2000، اثنين لعيبه كويسين جدا من الموسم اللي فاتوا احنا متابعينهم كويس قوي، ويمكن كان في كلام كتير قوي لكن كان لسه يعني ما ضغطناش بمعنى اصح، كنا سابينهم في اتصالات، هم لسه حد الان في اتصالات على فكره عشان بس الناس ما تفهمش حاجه، لكن ان شاء الله بنحاول نشتغل فيهم كويس قوي. ان هم اثنين هو دلوقتي الناس امبارح قالت الاهلي شغال فيهم، النهارده سمعنا ان الزمالك دخل فيهم طبيعي. بس هي يعني الناس دي احنا بقول لك من الموسم اللي فات والاثنين موجودين واللجنه اللي كانت بتقول لي اسمائهم كده على الهواء بثقه بتوصل لي رسائل يعني ربنا يسهل. بتمنى ان شاء الله يا رب الموضوع يخلص، ان اثنين نجوم كويسين جدا موهوبين جدا، وزي اللي هو اللي احنا الطريق احنا ماشيين عليه بنتكلم عليه عجبني ده بقى اللي موحدين خلاص، بتشوفوا عناصر معينه عمره معين سن باصين قوي لقدام. لما اتكلمت مع حضرتك المره اللي فاتت قلت لك لكن ده قدام على ارض الواقع ايه؟ لا على ارض الواقع احنا عندنا الحمد لله يعني تقريبا امبارح اديك شفت امبارح، لكن دايما نبص لبعد كده ان شاء الله، لعيبه تبقى موجوده ان شاء الله في النادي الاهلي ونجوم. واللي كان الكلام اللي احنا كان فيه كتير قوي ده ان هو انت بتتكلم على ناس كمان خد بالك انت عارفهم كويس قوي، انت مش جايب لعيب كوره وخلاص، لا جايب لعيبه كويسه كمان على المستوى الاخلاقي مستوى كل حاجه، فانت جايب اثنين زي ما اتفقنا لعيب كوره كويس لكن كمان بتسال عليه النوايا عامله ازاي؟ فاثنين صغيرين لكن الحمد لله اثنين مبشرين جدا، اخلاقيا كويس جدا، مهاريين قوي، يوسف ده حاجه جميله جدا في الكوره، واسماعيل كمان اثنين مبشرين قوي. اتمنى ان شاء الله يا رب نوصل ويبقى موجودين في النادي الاهلي، وبس انا هم كمان عايزين موجودين في النادي الاهلي. لان بقول لك انا مكلم معاهم السنه اللي فاتت هم الاثنين، فان شاء الله يا رب تخلص وتبقى حاجه كويسه ليهم هم اساسا وحاجه كويسه طبعا نادي الاتصالات. لكن واضح ان السياسه يعني مش متغيره، لكن بقى في تركيز على الناحيتين بالظبط، الموهبه الصغيره الكويسه اللي شايفينها جايه في الطريق ان شاء الله، والموهبه اللي جاهزه تقدر تضخ على طول بالظبط. انا شغال من ناحيتين، ما انت مش كلها هتجيب كل نجوم هتعمل ايه؟ انت شغال هنا وهنا الله يقويك. لا لا خالص، لا انا شغال واحده مع لجنه الحمد لله طبعا. الناس ممتازه جدا وشغالين على الحاجه اللي هتفيد في الاخر
النادي الاهلي بس طبعاً. يعني مش حاجه طبعاً. لكن انت بتشوف زي ما بقول لك هو تسلسل حلو قوي في الاخر القرار في الاخر النهائي يبقى كيف حلو جدا لان انت لما يبقى عندك كل موسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالظبط واحد واثنين وثلاثه طالع لك من قطاع الناشئين جاهزين بالظبط وانت جايبهم وجايب بتاهلهم في القطاع مش على النتائج بتاهلهم طالعين للفريق الاول اعتقد دي افاده كبيره اكيد 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 ودي حاجه مهمه جدا يا ايهاب وفي نفس الوقت انت بتستثمر فلوسك ما انت ممكن اللعيب ده كمان سنه اثنين يبقى المبلغ عالي قوي طب انا ليه ما انا هجيب لعيب موهوب السعر كويس جدا يتدعي في النادي الاهلي يعرف يعني ايه نادي الاهلي حتى لو في الناشئين امبارح احنا بنتكلم على الوقت على عمار عمار اتمرن مع كابتن عادل عبد الرحمن عمار كان بيلعب جدا بيقول لك هيلعب امتى بالظبط عمار كان عمار يا ايهاب كان اساسي مع فريق النصر ومؤثر جدا انت جبته هو مصطفى البدري اتنين نجوم كبار قوي مع كابتن عادل في 97 انت فاهمني يعني طبيعي ايه انا لعبت دوري ممتاز هروح العب ناشئين لكن هو التفكير هنا المختلف انا هلعب ناشئين مع كابتن عادل عبد الرحمن اعداد للفريق الاول هو زي امبارح جاي عارف هدفه ايه بالظبط زي امبارح انت امبارح انا وعمار عمار ده ايه عمار ده مع كابتن عادل عبد الرحمن وفي كام نجم مع كابتن عادل كابتن عادل هي دي حتته شغلته هو مش عارف حلقه الكابتن اسامه حسني عن قطاع الناشئين يعني حلقه واحده بس لا ده في مواهب جميله ولسه مواهب حلوه قوي اهاب ده في مواهب 2004 وحاجات كده حاجات تجننك لا لا لعيبه كوره كبار حاجات تجننك وانت الحمد لله من اللحظه دي وده الحاجه الحلوه اللي معموله الايام دي انك بتحافظ على الولاد دي وبتبدا تحافظ عليهم عشان ما يبعدوش عنك فدي كمان حاجه دي حاجه كويسه فانت يعني احنا بنتكلم كده بالصدفه وعن الناشئين وكده وعمار لعب امبارح فحاجات دي كويسه انت عايز تبقى كويس انت عايز ايه هي المشكله يا ايهاب انت عايز تبقى عمار وطبعا لا 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 حاجه ما شاء الله الله اكبر يعني حاجه مبشره جدا في الكوره وما كنا مصممين عليه السنه اللي فاتت يعني احنا بنتكلم على حق ما كناش بنتكلم بس كده يعني كنا الحمد لله السنه اللي فاتت كنا مصممين على عمار ومصطفى البدري والاثنين مع كابتن عادل عبد الرحمن وشغله كويس قوي واثنين احيانا انا كابتن لما يبقى في يعني ايا كان الجهه اللي بتجيب لعيبه للنادي او من جوه النادي او من بره بيبقى كلام انما لما يبقى الكابتن علاء مهوب والاجهزه اللي شغاله معاه في لاعب واثنين وثلاثه وبنت القصه الناس بتبقى مستنيه اكتر طبيعي بس انت دايما بتجيب ايه اللي هو مش بالعدد اكتر من هو النوعيه حرام. نفسها انت بتجيب اللي هو انت شايفه هيبقى كويس كيف قبل الكام هتبقى في في النادي الاهلي بترشح خلاص موافقه بتروح داخله لجنه محمد فضل تعاقدات تخلص الموضوع هي زي ما بقول لك انا احلى حاجه تسلسل في الاخر بتصب في لجنه الكوره خلصوا قبل ما تخليك تختم حلقتك زي ما احنا متعودين يلا بتعمل ايه؟ بتضغط اليومين دول على لجنه التعاقدات عشان تمضي حد ولا ايه الدنيا؟ مش قوي يعني لسه ما فيهاش ضغط يعني انا ما بص لا مش فاهمني عشان يعني اقصد دايما بتبقى انت ساعات شايف ان في لعيب جامد قوي لما بتيجي بتطلعه الخطوه اللي فوقيك بتفضل تقول يلا يا جماعه يلا يا جماعه انا فيه. انا بحب فيك ده انا في وانت عملته مع ازارو بالظبط في ويمكن كنت بتكلم يعني مش هخفى عليك سر يعني كنت بتكلم في موضوع الولدين دول بالحاح شويه مش يعني عايزهم في اسرع وقت ان شاء الله موجودين في النادي الاهلي لعيبه كويسه ويهمني يبقوا موجودين لكن انا بقول رايي يحصل ما يحصلش حاجه بقت مش بتاعتي لكن انا بقول الحاجه اللي انا شايفها اللي هو يا ريت يا جماعه بس لكن بعد كده يحصل ما يحصلش دي حاجه ثانيه لكن بتمنى يا رب الموضوع يخلص لان الاثنين هيبقوا كويسين جدا في النادي الاهلي طب انت متعود تختم معايا فانت اللي هتختم وهتطلعنا تقرير وبعد الفاصل هناخد محمد سعيد سهله هتعرف تقول كتير قوي هتقول هتختم بقى شوف هتختم ازاي وبعدين هتقول ايه هنطلع على تقرير لجمهور النادي الاهلي وبعدها بعد الفاصل محمد سعيد بسيطه خالص بسيطه خالص بالنسبه لك انت بالنسبه لك متمرس يلا واحد اثنين ثلاثه طيب مشكورك جدا يا ايهاب انت ومجموعه العمل الجميله اللي بستمتع بيكم كل اربع فعل انا بستمتع بوجود معاكم والله وحياه ربنا سعيد جدا بيكم نطلع بقى تقرير على جمهور ما علينا نطلع تقرير على جمهور النادي الاهلي الكبير العظيم وبعدين نرجع فاصل وبعدين نرجع محمد نستقبل محمد سعيد منور الشاشه محمد سعيد واتمنى ليكم ان شاء الله حلقه موفقه سهر
ده مؤسسة يعني مؤسسة قوية محترمة منتظمة فيها كل المقومات بتاعت المؤسسة الناجحة. بتمثل لي كل حاجة، بتمثل لي كيان الأهلي كله طبعا. والله الأهلي فريق عظيم يعني، وبيجيب لنا بطولات من زمان، جمهوره محترم وكده، وفرقة كويسة. كيان محترم، بثق في كلامه، بثق في أسلوبه مع إدارته للعيبة، إدارته مع الجمهور، إدارته مع الدولة، بيبقى واثق من قراراته اللي هو بياخدها الأول وبعد كده بيصدر. بتمثل لي حاجات كتير الصراحة. يعني الأهلي مبادئه يعني يا ريت كل الأندية تبقى مبادئها زي الأهلي. لا بتمثل لي حاجات كتيرة جدا، اتعلمنا منها حاجات كتيرة جدا. الالتزام والقيم والأخلاق والاحترام وحب النادي وحب الفانيلا والانتماء للنادي والحب للجمع مجموعة والتعاون مع بعض. بحترم النادي وبحس ان هو نادي منظم يعني، ما في تنظيم كده، في إدارة وفي واحد مثلا لو في مشكلة بيخرجوه بره، واحد اللي بيغلب بره في نظام، اللي بيغلب بيتحاسب، مفيش همجية. يعني المحبة، التشجيع، يعني حب الأهلي كده، يعني الاحترام ما بين الناس. يعني أنا ماشي باب حياتي من هو صالح سليم كان قال كام جملة كده، أنا ماشي فيهم في حياتي. حتى مثل لي حياة جديدة وأسلوب ظريف وأسلوب كويس الناس تمشي عليه، ما حدش بيتعب، ما حدش بيبقى مختلف مع التاني، يعني الدنيا بتبقى كويسة طول ما انت ماشي على تقاليد النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه النهارده من برنامج الاهلي الليله. وزي ما قلنا لكم النهارده الفقره الحواريه الثانيه مختلفه تماما في التفصيله وفي المعاني وفي الافكار بالنسبه لبرنامج الاهلي الليله. واحنا بنتكلم على المنشات الرياضيه، يمكن الكل دايما بيخش في الاحداث الرياضيه والمباريات والايفنتات اللي ممكن بتتنظم في مصر او الاستعدادات للبطولات الدوليه، لكن ما حدش بيتكلم على المنشات الرياضيه اللي في مصر ازاي بتساعد وبتؤهل البطل او الاتحاد، ازاي بيقدر من خلال هذا المركز الاولمبي او من خلال المنشآت الرياضيه في مصر يستفيد منها عشان يحقق انجازات طيبه جدا. وبالتالي احنا عندنا منشاه رياضيه في مصر يعني القينا عليها الضوء كثيرا في فترات سابقه وحضرنا فيها مباريات نهائيات للانديه المصريه، لكن المركز الاولمبي في المعادي تحديدا من المراكز الرياضيه في مصر اللي محتاجه الناس تسمع عنها وتشوف فيها تفاصيل كثيره جدا، لانك قبل اي دوره اولمبيه في اتحادات كثيره بتستعد وبتبقى عايزه تجهز ابطالها بشكل جيد. لما يكون عندك مركز اولمبي في المعادي وفي كل الايفنتات وفي كل المنشات الرياضيه اللي تساعد الالعاب الرياضيه على التالق والتواجد في الاولمبياد بشكل جيد جدا، فبالتالي هذه الفقره مهمه جدا عشان نلقي الضوء على المركز الاولمبي في المعادي. وقبل ما ارحب بضيفي عايز اقول يمكن نقطه مهمه جدا، الاعلام الرياضي كان ليه دور في انشاء المركز الاولمبي في المعادي. مقاله للاستاذ نجيب المستكاوي في فترات سابقه في حقبه الثمانينات او اوائل التسعينات بالكتاب عن مركز اولمبي في المعادي ومنشات رياضيه استشفتها وزاره الشباب والرياضه او المجلس الاعلى للشباب والرياضه في توقيت ما، ثم نفذت هذه الفكره على ارض الواقع. تفاصيل كثيره في هذه الفقره الحواريه هنتكلم اهميه الدور المركز الاولمبي في المعادي، المنشات الرياضيه، التحديث اللي تم خلال الثلاث سنوات السابقه. لذلك انا برحب في هذه الفقره الثانيه بضيفي الاستاذ عاطف حموده المدير التنفيذي للمركز الاولمبي في المعادي. استاذ عاطف برحب بيك في البدايه، فقره حواريه مهمه جدا في الاهلي الليله النهارده. اهلا وسهلا، سعيد ان انا معاكم محمد بيه النهارده في الاهلي الليله ان شاء الله. طيب المركز الاولمبي دوره مهم جدا في صناعه البطل الاولمبي وصناعه البطل الرياضي في مصر. بدات الانترو والحديث عن هذه الفقره بان هذا المركز تم انشئ خصيصا بناء على فكره في مقاله كتبها الاستاذ نجيب المستكاوي في الاهرام في فترات سابقه، وبالتالي المسؤولين والقائمين على العمل في المجلس الاعلى للشباب والرياضه خدوها ونفذوها على ارض الواقع، وفي الاخر شفنا الصرح الرياضي دلوقتي في 2018. بالفعل يا استاذ محمد، ده كانت فكره انشاء المركز الاولمبي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت عليها، مقاله من الاستاذ نجيب المستكاوي شيخ النقاد الرياضيين، تحمس ليها القيادات السياسيه والرياضيه في ذلك الوقت في الفتره اللي هي 83، وعليها تم اختيار المكان
وتخصيص الارض وشراء الارض من شركه المعادن للتعمير والاسكان وانشاء المنشاه الرياضيه اللي كلنا بنفخر ان احنا بنشتغل فيها اللي هو المركز الاولمبي، وتم افتتاحه سنه 90 بعوده فرقه الكوره من ايطاليا، مكان لتدريب المنتخبات المصريه، اقامه وتدريب ل 14 اتحاد. 14 اتحاد رياضي بالظبط. فضل يقدم الخدمات دي من سنه 90 لحد ما اعيد تطويره في الفتره الاخيره اللي هي 2014، وتم افتتاحه تجريبي في يناير 16 بعد تحديث كل الملاعب والمنشآت والإقامة بما يتلائم مع العصر اللي احنا موجودين فيه، بما يتلائم مع احتياجات التدريب، روعي فيه كل الأبعاد اللي هي من حيث المقاييس الأولمبية في الملاعب، احتياجات الإعاشة للاعبين، أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة اتعمل حسابهم في المنشآت الرياضية والإقامة. كل دي حضرتك روعي في تطوير المركز الأولمبي اللي تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير 2016. طيب، وجود حضرتك النهارده معانا مش هنتطرق بس للمركز الاولمبي في المعادي والمنشات الرياضيه، لانك وجودك معانا بالتاكيد كاحد الناس اللي تواجد في المركز الاولمبي من اوائل التسعينات، تدرجت في المركز الاولمبي في سنوات كثيره جدا في مراكز عديده الى ان وصلت في الاخر كمدير تنفيذي لهذا الصرح الرياضي الكبير. لكن محتاجين برضو نتكلم في جزئيه اخرى بخلاف اعداد المنتخبات واهميه هذا المركز والمنشات الرياضيه، الاستثمار الرياضي. المركز الاولمبي يا محمد بيه لما أنشئ لخدمة المنتخبات القومية، وفضل يؤدي دوره زي ما قلت لحضرتك كمكان لتدريب المنتخبات القومية. في الفترة الأولى اللي هي 90-91 كل الاتحادات كانت غافلة عن المركز الأولمبي، لحد ما طلع قرار إداري بمخالفة إدارية لأي اتحاد يقيم معسكر خارج المركز الأولمبي، وعليها بدأت الاتحادات تعرف طريق المركز الأولمبي، فضل يقدم لهم الخدمات قاصر على المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية. بدأت القيادة الرياضية تدخل فكر ان احنا يبقى فيه عندنا جزء استثماري، نعمل خدمه بيئه، نعمل مدارس العاب، ندي خدمه لساعات تدريب للانديه والهيئات اللي ملهاش منشات رياضيه او ما تستوعبهاش ملاعبها. فضل يؤدي الخدمه دي لحد قبل التطوير. بعد التطوير الموضوع اختلف، بقى فيه اقبال كبير من كل الهيئات، الجامعات، المؤسسات، وزاره الشباب والرياضه، الاتحادات. الجزء ده حضرتك فضل أو أصبح ليه عوائد استثمارية على المكان. زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول نستغل كل ساعة في كل مكان، في كل قاعة، في كل صالة تدريب. دي ساعات التشغيل بتنعكس علينا كعوائد بإيرادات، الإيرادات بيصرف منها على المركز من الألف إلى الياء. زي ما قلت لحضرتك واحنا في جلستنا مع حضرتك قبل الهوا ان احنا كمكان بنتبع وزاره الشباب والرياضه منشات تم تحديثها، الدوله صرفت من الالف الى الياء على المنشاه في تطويرها، وحاليا العوائد بتاعته بتصرف عليه. يعني اصبح الجزء الاستثماري حضرتك احنا بنراعيه كويس، يبقى فيه منه ايرادات يصرف على المكان ويبقى فيه عوائد منها ان شاء الله. طيب، لو أبدأ الحديث عن المركز الأولمبي، أولا المركز فيه العديد من الملاعب الرياضية بمختلف الألعاب، أنت بتحتوي على أكثر من حوالي 20 أو 22 لعبة داخل هذا المركز بملاعب بمنشآت. لو هنتكلم تفصيلا بالملاعب بالمنشآت بالإشغالات اللي بتتم على مدار الساعات اليومية في هذا المركز. لو قلت لحضرتك أن ساعات التشغيل أنا بدي أولوية للمنتخبات القومية سواء أسوياء أو احتياجات خاصة، أولوية أولى، بعديها للتعاقدات اللي احنا عقدينها مع الهيئات والمؤسسات في الاولويه الثانيه، وبعدين بيجي حضرتك خطه التشغيل بتاعتنا بيتحط على الخريطه كل ساعات التشغيل. في صالات عندي شغاله من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، زي صاله الهاندبول، زي صاله الجمباز، زي صاله الباسكت، زي صاله الطايره. في ملعب كوره نجيل طبيعي بتلعب عليه مباريات في دوري القسم الثاني، الدوري الممتاز المصري. عايز اقول لحضرتك ان هو طبعا ليه ساعات تشغيل المفروض احنا ما نتخطاهاش، بنحاول ان احنا نوصل لعدد الساعات دي ونتخطاها علشان يبقى فيه، مش هنقول فيه اهلاك للارض او للتربه، انما كنوع من انواع ان احنا بنلبي طلبات ورغبات
الناس اللي بتسعى انها تعمل الاحداث في المركز الاولمبي. حضرتك ذكرت نقطة مهمة في سياق حديثك ان المركز الاولمبي كمان معد من ناحية الملاعب للاسوياء، ويعني ممكن كمان اللجنة البارالمبية ممكن تستفيد من المركز الاولمبي في المعادي. بالفعل زي ما قلت لحضرتك ان منشآت المركز روعي في تطويرها، يتحط كل الابعاد زي ما قلت لحضرتك. احنا في عندنا دور في الفندق خاص بالاحتياجات الخاصة، معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف في الجلسات الاولى للتطوير مع المهندس خالد ادانا حضرتك تعليمات للشركات المنفذه ان نحط دور كامل للاحتياجات الخاصه، يراعى فيه ان اللعيب الاحتياجات الخاصه يتحرك داخل الفندق، داخل صالات التدريب، في الغرفه بتاعته، في الحمام، براحته، بالكرسي بتاعه، المسرح اللي بيكرم فيه او المسرح اللي بياخد فيه ندوه، معمول حساب ان اللعيب الاحتياجات الخاصه يتحرك داخل المسرح بالكرسي. كل ده روعي في تطوير المركز الاولمبي بالملاعب الرياضيه. بالملاعب الرياضيه، صالات التدريب، اللعيب يوصل من الفندق لصاله التدريب على الكرسي بتاعه على حسب نوع الاعاقه. الطريق كمان ممهد لي. ممهد. الرمبات، الاسانسير اللي بقول لحياتك فتحه وحده خلع ملابس، روعي فيها ان هو يقدر يفتح هو على كرسيه. فالحمد لله رب العالمين، التطوير لما اتعمل روعي في كل الابعاد الرياضيه، المقاييس الاولمبيه، المقاييس الانسانيه، المستخدمين، نوعيه المستخدمين اذا كانوا مراحل سنيه صغيره كبيره اسوياء احتياجات خاصه، كل ده روعي في تطوير المركز الاولمبي. في التوقيت الحالي في منتخبات او انديه بتعسكر في المركز الاولمبي في التوقيت الحالي؟ محمد بيه، انا عايز اقول لحضرتك انا عندي فندق المركز الاولمبي بيدار من قبل اداره متخصصه. الفندق 150، الفندق داخل المركز، داخل المركز 150 غرفة، في 400 سرير، على مدار الشهر بيبقى في 26 يوم نسبة الإشغال 100%. بالفعل احنا بنلاقي أزمة لما في بعض الاتحادات على ما تخلص موافقاتها وارتباطاتها وتاخد تصديقات على معسكراتها ما لقلهاش مكان. في الوقت الحالي اللي موجود فيه مع حضرتك عن فرقة الهاندبول، فريق الأول اللي بيستعد لكاس العالم، بيستعد لكاس العالم ان شاء الله، عامل معسكر في المركز الاولمبي. فرقه الهاندبول مواليد 2000 موجوده في المركز الاولمبي. فرقه الاثقال من ساعه التطوير في عناصر اساسيه زي كابتن ايهاب عبد الرحمن وكابتن ساره سمير ومجموعه الابطال بتوع رفع الاثقال مقيمين اقامه دائمه في المركز الاولمبي، اقامه وتدريب في المركز الاولمبي. فرق الجمباز بنين وبنات مقيمه في المركز الاولمبي، بتتمرن في المركز الاولمبي. منتخب الكاراتيه موجود في المركز الاولمبي. منتخب الجودو كان موجود قبل ما يطلع بطوله العالم اللي كان مشارك فيها الاسبوع اللي فات. منتخب التايكوندو كان موجود في المركز الاولمبي. زي ما بقول لحضرتك المركز، فرقه الملاكمه الاسوياء الدرجه الاولى والناشئين اللي هم حاليا موجودين في الاولمبيات اللي في الارجنتين مقيمين في المركز الاولمبي. صناعه البطل عاطف، يعني حضرتك بكلام حضرتك انت اتكلمت في حوالي 10 لعبات في اقل من دقيقه، يعني لو عندك وقت تقدر تقول كمان 20 و22 لعبه، يعني ما فيش اتحاد رايح دوله اولمبيه الا ما بيصنع البطل من خلال المركز الاولمبي. بالظبط يا استاذ محمد، المركز الاولمبي هو بيت اعداد او المكان اللي بيعد فيه الابطال الرياضيين الاولمبيين. المكان مجهز للاتحادات تستخدمه وتستثمره سواء في تدريب او اقامه او اقامه احداث رياضيه. العديد من الاتحادات بتقيم بطولات سواء محليه او اقليميه او دوليه على ملاعب المركز. بتقام الاسبوع يوم الجمعه اللي فات حضرتك كان عندي البطوله العربيه للرجبي بمشاركه 6 دول عربيه. رغم ان احنا ما عندناش ملعب للرجبي انما استخدمنا ملعب الكره النجيل الطبيعي. اقامه 6 فرق، كل مجموعه الفرق دي من الامارات، من الاردن، من مصر، من السودان، من ليبيا، مجموعه من العراق. دول بالنسبه لنا سفره لبلادهم لما يرجعوا يتكلموا على المنشاه الرياضيه. الكل بيسمع بما فيهم رئيس الاتحاد العربي. عايز اقول لحضرتك ان المكان هو بيت اعداد الرياضيين سواء المصريين او العرب او الفرق اللي بتجينا بتعمل معسكرات موسميه داخل المركز الاولمبي. بما ان حضرتك ذكرت يا استاذ عاطف ان اخر 3 سنوات تم تطوير المركز واصبح مختلف تماما عن
ما كان موجود في السابق. هل استفدنا بهذا التطوير من خلال حتى استضافة الاتحاد العربي للرجب وفي بطولة عربية أقيمت، ممكن في معسكرات لفرق خليجية، فرق عربية، فرق أوروبية جات في المركز خلال السنوات السابقة في ألعاب مش لازم تكون ألعاب فردية حتى لو لعبة جماعية؟ أنا كنت ذكرت لحضرتك البطولة الأخيرة بتاعت الرجبي أو البطولة العربية للرجبي، اتحاد الملاكمة عرسه الدكتور عبد العزيز غنيم بيعمل للسنة الثالثة البطولة العربية للملاكمة بمشاركة 10-12 دولة مقيمة إقامة وتدريب داخل المركز. الفرق العربية اللي زارت المكان كتير، فرق أمراتية، الفريق السعودي لرفع الأثقال اللي بيشارك في الدورة الأولمبية للشباب اللي حاليا في الأرجنتين، نعم فندم، معسكر في المركز الأولمبي. الفرق العربية من السعودية ومن الإمارات ومن البحرين اللي من الأردن، الكويت كان فيها فرقة برضو من المنتخب الكويت للتايكوندو اللي كان رايح البطولة الأسيوية في جاكرتا، كان كله معامل معسكراته داخل المركز الأولمبي في الفترة من شهرين اللي فاتوا. طب إيه المميزات والتسهيلات اللي ممكن يقدمها المركز للفرق العربية أو الفرق الأجنبية اللي بتحضر في المركز الأولمبي في المعادي؟ الانطباع قبل التسهيل، الانطباع أن الناس كلها بتحاول أن بتعمل معسكر تدريبي في مكان واحد مقفول، ما يتحركش داخل القاهرة كتير، ما بتحركش بمواصلات. الخدمة دي بيوفرها المركز، أن حضرتك بعد الفندق عن صالات الالعاب لا يتخطى ال 30 متر، اللعيب بيتحرك من ريسبشن الفندق لصالات او الملاعب خلال 30 متر على رجليه، يلاقي حضرتك صاله التدريب المتخصصه في نوع اللعب، قاعه المحاضرات المجهزه ليه باحدث الوسائل العرض، لتدي له محاضره او تدي له المدرب يشرح له برامج اللي عايزه منه في الخطه او في التدريب، الساونا، الجاكوزي، الجيم، جميع احتياجات المدرب بيلاقيها داخل سور المركز الاولمبي. قريه اولمبيه صغيره؟ بالظبط. بنفس المعنى او المضمون اللي بيتقال مثلا بتبقى موجود في اولمبياد. بالظبط. عايز اقول لحضرتك ان الفندق بيوفر كل احتياجات الرياضه، من تغذيه، من سعرات حراريه، من نوعيه الاكل اللي بيقدم، الاكل بيقدم في الثلاث وجبات اوبن بوفيه. واي مدرب او اي مدير فني او مسؤول تغذيه في لعبه بيطلب طلب اداره الفندق بتلبيه كلها، بالاضافه للمنشات الرياضيه، اي احتياجات بيحتاجها، عايز جاكوزي، عايز حمام ثلج، عايز محاضرات، اللي بيحتاجه بيلاقيه داخل المركز الاولمبي. طيب دايما وانت بتطور اي منشاه رياضيه بيبقى السؤال رايح للصيانه، ممكن تطور حاجة يعني رياضية أو منشأة رياضية على مستوى عالي جدا الناس تشوفها تنبهر بيها لأول مرة، بيتم استخدام المنشأة الرياضية لفترة طويلة، سنة سنتين ثلاثة بدون صيانة، فبالتالي بترجع تاني أو ممكن تكون أسوأ مما كانت. الصيانة في المركز الأولمبي بتجد حاجة يعني بتعول عليها بشكل كبير جدا، بتديها مساحة من الوقت. عايز أقول لحضرتك دي تعليمات معالي الوزير الدكتور أشرف من قبل التطوير، إن المركز عشان يفضل يدي خدمة مستمرة ما نغفلش عن الصيانة. الحمد لله رب العالمين، وانا قاعد مع حضرتك عقود الصيانة رجعت، في منها جزء تنفذ، في منها تحت المراجعة المالية والقانونية، عندي إدارة كاملة اسمها إدارة الصيانة، الشؤون الهندسية والصيانة، كل جزء بتمتد إليه الإيد الناس بتروح تبص عليه وتبدأ تصينه بعد الاستخدام مباشرة. مش عايز أقول لحضرتك الدهانات، احنا دهنا المركز بعد التطوير دهناه تاني من الداخل كنوع من انواع الحفاظ على المكتسبات بتاعه التطوير. الحمد لله رب العالمين الجزء ده احنا بنديله اهتمام وبنديله واخد جزء كبير من ايراداتنا علشان نحافظ على المنشاه. طيب واحنا بنتكلم عن ان في فرقه عربيه بتيجي، كنت بتكلم حضرتك قبل الحلقه وبنتناقش في موضوع تطوير المركز الاولمبي واستفاده الناس بالمركز الاولمبي، حضرتك ذكرت لي قلت لي فريق نادي العين متواجد في المركز الاولمبي هنا في مصر وبيستعد لبطولات خلال الفتره القادمه، وكان الفيدباك بالنسبه لهم عن المركز من سنوات سابقه مختلف تماما عن دلوقتي. عايزك تشرح للناس الصوره بقت ازاي، لان المكان ده ممكن يعني يكون استثمار رياضي مهم جدا زي اي استثمار رياضي موجود في مصر في التوقيت الحالي. ده اللي بتسعى له الوزاره وبتساعدنا فيه الادارات المعنيه والادارات المركزيه في الوزاره، وزاره الشباب والرياضه من ساعه ما قلنا نطور لازم يستغل استغلال حسن. كل المنشآت الرياضية، كل الصالات والمنشآت اللي داخل المركز تم تصويرها وتسويقها وتحطت على مواقع الوزارة ومواقع المركز، وبقيت متاحة لأي مستخدم يحجز عن طريق النت. عايز أقول لحضرتك أن فريق العين الإماراتي
لما السنه اللي فاتت لما فكر يعمل معسكر احد المدربين المصريين اللي بيمتاز بعصبيته ومصريته عرض على العين اللي دايما بيعمل معسكراته في اوروبا او في التشيك او في الدول الخارجيه في لعبه جماعيه اعتقد في لعبه في كره الطايره عرض عليه ان يعمل المعسكر ده في المركز الاولمبي فالناس قالوا له والله احنا بنحب مصر انما المركز الاولمبي فكرتنا عنه سيئه فقال لهم احنا عايزين نغير الفكره المركز اتطور وبقى فيه منشاه تليق بالفرق العربيه والاماراتيه فايه رايكم نكلم مدير المركز يبعت لنا داتا كده على المركز فالحمد لله رب العالمين تواصلت معاهم وبعتنا المجموعه من الصور للمنشآت اللي هيتمرنوها وهيستخدموها وقال لهم مع هذا هنعمل معسكر وليكم حريه الاختيار بعد كده الناس مش عايز اقول لحضرتك قعدوا معانا 15 يوم لاعبين واداريين بيقولوا احنا ما لقيناش افخم من المركز الاولمبي كما كان في كل معسكراتنا اللي عملناها في السنوات السابقه ما لقيناش كنا بنتحرك 30 40 كيلو من مكان الاقامه لمكان التمرين بنعاني في اقامه المباريات بيننا وما بين في فتره الاعداد بنحتاج نعمل لقاءات ومباريات وديه كل ده احنا لقيناه جوه المركز الاولمبي ما خرجناش من المركز بيتمرن بيخش الفندق بيتريض معسكر كامل معسكر كامل عايز اقول لحضرتك ان كان في احد الصحفيين الاستاذ كمال عامر كان موجود بيزور المكان في فتره في الفتره اللي كانوا موجودين معاهم قعد معاهم الاستاذ كمال عامر الناس طلعوا كل اللي جواهم حبهم لمصر مدى نجاح معسكرهم اللي عملوه في المركز الاولمبي وعليهم الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى عندنا فرقتين من العين الامارات الطايره والهاندبول حاجه يعني جات لك لعبه ثانيه غير الطايره كمان الفترة اللي فاتت جانا احتياجات خاصة أو زي ما بيسميهم الشيخ محمد بن راشد أصحاب الهمم عسكروا معانا كانوا مشاركين في البطولة الأسيوية في جاكرتا جم عسكروا في المركز الأولمبي رئيس الاتحاد رئيس البعثة أول امبارح رئيس الاتحاد العربي الإماراتي مش عايز أقول لحضرتك قال أنا فخر ليا ان انا ابقى موجود وبنظم بطوله عربيه جوه المركز الاولمبي ده شيء يسعدنا استاذ محمد ويسعد كل مصر اكيد طبعا حاجه بتسعدنا كلنا لكن في التوقيت الحالي في اولمبيات للشباب بتتعمل او بتتلعب في الارجنتين حجم او نسبه الاتحادات الرياضيه اللي سافرت اولمبيات الشباب في الارجنتين وكانت بتستعد من خلال المركز الاولمبي بنسبه 100% ولا بنسبه تقترب من 90 او 100% لا ما نقدرش نقول بنسبه 100% لان في طبعا الخماسي في الفتره الحاليه بيتمرن ليه توفرت له اماكن وملاعب تدريب زي في الاستاد او ميادين رمايه السباحه برضو ما بيجيش المركز انما النسبه الغالبه زي ما حضرتك قلت الاثقال رئيس البعثه الدكتور عبد العزيز غنيم هو رئيس البعثه في الارجنتين الدكتور عبد العزيز غنيم هو رئيس البعثه وهو اتحاد الملاكمه وعنده ابطال ان شاء الله تعالى باذن الله نتمنى لهم التوفيق في الماتشات اللي جايه معاهم بيلعبوا ان شاء الله تعالى على ميداليات الاثقال الابطال اللي جابوا انجازات السلاح التايكوندو كل اللعيبه دي معده داخل المركز الاولمبي طيب انتقل لنقطه اخرى يمكن في فتره من الفترات البعض بيربط اسم المركز الاولمبي فباللجنه الاولمبيه حصل تعديل اداري ممكن كمان يكون جاء بالايجاب على اللجنه على المركز الاولمبي بالتاكيد بشكل ايجابي جدا سواء في الميزانيات في الامور الماليه في الانشاءات استحدثت بشكل افضل التسويق والاستثمار الرياضي بالنسبه للمركز الاولمبي لكن في توقيت ما كان الاشراف من خلال اللجنه الاولمبيه ثم انتقلت الى وزاره الشباب والرياضه هذا التغيير مدى انعكاسه بالشكل الايجابي على المركز الاولمبي في السنوات الحاليه ووقت اتخاذ هذا القرار واتخذ باي شكل عايز اقول لحضرتك ان المكان اصلا هو منشاه تتبع وزاره الشباب والرياضه بالقرار الجمهوري بانشائه بتملكه للمكان بنفس الجزئيه دي وزاره الشباب والرياضه الدكتور علي الدكتور رحمه الله عليه عبد الاحد الدكتور عبد الاحد جمال الدين كان رئيس المجلس القومي للرياضه ادى حضرتك اداره المركز للجنه الاولمبيه كانت اللجنه الاولمبيه هي اللي ليها حق الاشراف والاداره للمركز الاولمبي فكان بيستغل المكان لاعداد المنتخبات فقط بدا في الحقبه الاخيره قبل التطوير ان ندي خدماتنا او صالاتنا لبعض الاتحادات والهيئات او ندخل مدارس العاب واكاديميات الجزء اللي خده مع الوزير العام فاروق بعوده عندما كان وزيرا للرياضه وزير الشباب والرياضه كان حضرتك وزير الدوله للرياضه في سنة 2012
هو اللي خد القرار بعودة المركز الأولمبي لوزارة الشباب والرياضة، وعليها بقى المكان تابع ماليا وإداريا للوزارة، لوزارة الشباب والرياضة، ما بقاش منشأة بس تتبع وزارة الشباب، لا هو هي لها حق المراقبة المالية والإدارية على كل المركز الأولمبي. وتشكلت حضرتك مجموعة من القمم الرياضية أو وكلاء الوزارة اللي تشرف على المركز وتتابعه معانا، واخد بحياتك وتدينا توجهات الوزارة، وقعد معانا معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي ومن قبله الباشمهندس خالد في الفكر الاستثماري والفكر اللي يدار به المركز قبل التطوير، وخدوا قرار التطوير مشتركين مع بعض دكتور أشرف والمهندس خالد، ونفذ التطوير في خلال سنة، والمكان زي ما قلت لحضرتك بيقدم خدماته مش بس في الرياضة محمد بيه، المركز بيقدم خدماته لقطاع كبير من الشباب اللي تابع للإدارات المركزية للشباب، سواء طلايع ولا الإدارات المركزية في وزارة الشباب والرياضة بيتثقفوا فيه وبيعدوا فيه المكان. بيتعمل فيه ندوات يا أستاذ، بيتعمل فيه ندوات. أنا شفت في مرة ندوة للدكتور أشرف صبحي لا قبل ما يكون وزيرا للشباب والرياضة، كان بيدي ندوات تثقيفية أو محاضرات أعتقد ليها علاقة كمان بالتسويق الرياضي، بالتسويق الرياضي يعني. في كمان محاضرات وفي قاعات مجهزة داخل المركز الأولمبي زي ما قلت لحضرتك، قلنا في منشآت رياضية داخل المركز، في 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 قاعات تدريب بيعد فيها بنسميها ورش عمل، في قاعات محاضرات، في مسرح مركزي تؤدى عليه مسرحيات، كان مسرحيات بتعد عليه، بتقام عليه احتفالات لجامعات ومدارس لقمم ثقافية. أول امبارح كانت محافظة القاهرة بتنظم احتفالية بمناسبة حرب أكتوبر، احتفال بأكتوبر، كتير من الشباب المصري اللي ما عاصرش أكتوبر اللي مضى عليها أكثر من 46 سنة 45 سنة بالضبط. محافظة القاهرة كانت مستضيفة اللي هو سمير فرج محافظ الأقصر السابق، يدي ندوة تثقيفية. نعم يا فندم، يدي ندوة تثقيفية لشباب الجيل الحالي من سكان المعادي والبساتين ودار السلام المنتمين للقطعة دي، للوفود الشبابية اللي جابها وزارة الشباب والرياضة من أبناء القبائل الحدودية اللي هي حلايب وشلاتين، حلايب وشلاتين والوادي الجديد وشرم وشمال وجنوب سيناء والسلوم. وزاره الشباب والرياضه زي ما قلت لحضرتك الجانب ده مهتمش بس بالرياضه، مهتمه بالجانب التثقيفي للشباب، بتوعيهم وبتجيبهم المركز الاولمبي، بتعملهم محاضرات تثقيفيه وانتماء للمكان وزياره للمنشات الصحيه اللي هم نقول جزء كبير منهم ما شافهاش وما مرش بيها. طيب انا استاذن حضرتك واحنا بنتكلم كمان عن الزيارات اللي كانت في المركز الاولمبي والدور التثقيفي والدور التسويقي اللي ممكن يتعمل في المركز الاولمبي، واحنا النهارده كان عندنا حدث مهم جدا في النادي الاهلي، زياره وفد من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ووفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكان على راس المستقبلي هذا الوفد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. نخرج لهذا التقرير في تفاصيل كثيره في هذه الزياره ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. ان جه وفد من الاتحاد الدولي من لجنه او هم اللي ماسكين الديبارتمنت او ماسكين الاداره بتاعه كره القدم المحترفه في العالم في الفيفا، وطبعا وفد كان احمد هراس ومع محمد من الكاف اللي هم ماسكين عن المسؤولين عن الرخص الانديه كلاب لايسنسي. فهم طبعا قالوا هم جايين اصلا زياره للاتحاد المصري وللاتحاد الافريقي، لكن هم طلبوا انهم يزوروا اتحاد النادي الاهلي لان طبعا عارفين قيمه النادي الاهلي وكبر النادي الاهلي. فهم طلبوا الحقيقه واتصلوا بينا امبارح ان هم عايزين يجوا يزوروا المكان. فالحقيقه هم انبهروا هم طبعا سامعين عن النادي لكن اول مره يجوا ويشوفوا البنيه التحتيه ويشوفوا الاستاد التيتش ويشوفوا الانشطه المختلفه يعني اللي موجوده في النادي. والحقيقه من ضمن الحاجات اللي هم سالوها هم عايزين يعرفوا راينا مثلا في الفيفا كلاب وورلد كاب اللي هي كاس العالم للانديه، ايه راي النادي الاهلي في الموضوع بتاع الشامبيونز ليج اللي هو دوري الابطال بتاع افريقيا. فيمكن من ضمن الحاجات اللي انا قلتها ان احنا بنحس ان لو قلنا لو كاس العالم للانديه احنا بنحس ان
بيبقى في نوع من عدم التكافؤ او عدم الـ 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 مش فير، يعني ان مثلا النادي بتاع بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه بيتاهل على طول للكوارتر فاينل، فطبعا هم موافقين جدا بالموضوع ده. من ضمن الحاجات في الشامبيونز ليج او الافريكان شامبيونز ليج او دوري الابطال قلت لهم الملاعب ملاعب وحشه جدا، فطبعا برضو قالوا احنا فعلا شايفين ان الكلام ده مش مظبوط واحنا بنحاول نساعد او بنحاول ان احنا نظبط الموضوع، لانه النادي الاهلي بيعاني جدا لما بيروح افريقيا في اماكن كتير لان الملاعب ما تبقاش كويسه، الاقامه ما بتبقاش كويسه، فلازم يبقى فيه تحسين عشان يبقى فيه فعلا تكافؤ فرص، ويبقى النادي لما بتلعب لما بتخش بتلعب في بطوله لابد ان يبقى البطوله فيها كل المعطيات اللي تخليك تطلع مباراه كويسه وتطلعك احسن ما عندك، ويبقى فعلا زي ما بيقولوا ايه let the best team win او احسن فريق هو اللي يكسب. فالحقيقه الناس متفاهمه جدا، هم عايزين يطوروا من 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 الشامبيونز ليج او دوري الابطال في اوروبا في افريقيا، والحقيقه ان شاء الله يعني هم تمنوا للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يكسب بطوله افريقيا السنه دي عشان نوصل كاس العالم للانديه، وان شاء الله باذن الله ده اللي احنا كلنا بنامل فيه وربنا يكرمنا عشان زي نفضل نحافظ على الرياده في افريقيا ونبقى اسياد افريقيا زي ما احنا ان شاء الله باذن الله، ونزود العلامه التاسعه باذن الله السنه دي ان شاء الله. يمكن سؤال من شقين، الشق الاولاني زياره زي دي ممكن تفرق مع النادي الاهلي في ايه؟ السؤال الثاني او الشق الثاني ان انطباعهم، سالتهم عن الانطباع قال لك احنا ما نعرفش في نادي في مصر او في الشرق الاوسط زي برشلونه. ف يعني إجابة كانت بالنسبة لي فخور بيها. بالتالي أما يبقى هو موجود في زيارة خاصة في مصر زيارة عمل ويطلب إن هو يزور النادي الأهلي، دي تدي لك إجابة على السؤال. طبعا هو اكسبوجر، هو يعني النادي الأهلي بينفتح على العالم، النادي الأهلي وصوله لكأس العالم للأندية خمس مرات مفيش شك إن ده برضو إدى يعني اسم النادي الأهلي في العالم. هو حتى بيقول لي احنا حتى في الفيفا في المكتب بتاع الرئيس بتاعه اللي هو دوسن ده بيقول لك كل الـ 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 الشعارات بتاعت النادي الاهلي موجوده عنده، يعني النادي الاهلي اوريدي اكسبوزد زي ما بيقولوا يعني او منفتح على العالم. فالحمد لله رب العالمين. هو يمكن سالني سؤال قال لي انتوا ليه مختلفين عن بقيه الناس؟ فقلت له احنا مختلفين لان احنا دايما بنفكر بفكر اللي سبقونا وعايزين دايما نوصل، يعني ناخد اللي سبقونا ده يبقى هو البنش مارك بتاعنا اللي احنا نديفلوب عليه او ان احنا نطور عليه. والنادي الاهلي زي ما قلنا من زمان بيحارب على ان هو يغير قانون الرياضه ويغير اللوائح، كل الحاجات اللي النادي الاهلي لان شايف الفكر العالمي ماشي ازاي والتطور ماشي ازاي، لان الرياضه هي صناعه وليست زي زمان فكر اشتراكي، فما فيش شك هو ده اللي بيخلينا مختلفين. فالحقيقه هم الناس طبعا مبهورين بالنادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبقى عند حسن ظن اعضائنا في النادي الاهلي، اعضاء جمعيه محترمه، جماهيرنا العظيمه العريضه، وباذن الله تعالى يعني احنا كلنا نتمنى باذن الله احنا نكسب بطوله افريقيا عشان باذن الله تكون دي فتحه خير، وزي ما قلنا تبقى يعني دايما النادي الاهلي هو اللي بيرسم البسمه على شفاه المصريين عامه يمكن والاهلاويه خاصه، فربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى دايما كده تحت حسن ظن الجميع ان شاء الله. احنا وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم بنصطحب معانا ممثلين من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. سبب الزياره هو ان احنا متواجدين طبعا في مصر، كان عندنا اجتماعات بمناسبه ان احنا بنناقش تجديد برنامج ترخيص الانديه وتطويره وتحسينه عشان يكون اكتر مناسب بطريقه اكبر لاحتياجات الكره الافريقيه. لكن بما ان احنا متواجدين هنا دايما بسبب علاقاتنا القريبه مع الانديه عن طريق برنامج ترخيص الانديه بنحب ان احنا نزور بعض الانديه، نعرف نشوف النجاحات اللي هم وصلوا لها، القدرات الموجوده عندهم، البنيه التحتيه بتاعتهم نقدر نشوفها بعينينا، نقدر نفهم ندي امثله كويسه للانديه الاخرى، برضو نشوف سبل تعاون في المستقبل ما بيننا وما بين الانديه دي. فدايما بيبقى كويس ان احنا نكون على علاقه اقرب شويه بالانديه، وهو ده اتجاه متواجد ان 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 لازم يبقى علاقتنا طبعا بالاساس دايما مع الاتحادات الدوليه، لكن برضو لازم يكون في علاقه جيده موجوده مع الانديه الافريقيه وبالنسبه للفيفا الانديه في العالم كله. فاحنا جايين نقدر نشوف النادي الاهلي، القدرات بتاعته، البنيه التحتيه بتاعته، نفهم نظام النادي ده بيشتغل ازاي، لان هو نظام ممكن يكون مختلف عن اغلب الانديه في افريقيا او في العالم، ان هو نادي اجتماعي
ورياضي كمان في نفس الوقت. أغلبية الأندية اللي هم بيشوفوها بكرة رياضية بس، فبيبقى حاجة كويسة إن هم يشوفوا مثل تاني لنادي عنده مسؤولية اجتماعية كمان ناحية المجتمع. يعني الواحد بيبقى دايما سعيد لما بيزور الأندية عموما، بيبقى شعور كويس لأن الأندية هي اللي عندها المسؤولية بتاعت إنها تصنع كرة القدم من الأساس، فالواحد بيكون مبسوط جدا، وبالذات لما بيزور طبعا واحد من أكبر أندية القارة، في نادي كبير جدا زي النادي الأهلي، نادي على المستوى العالمي هم بيقدروه جدا. دايما لما بيجي أي حد من وفد من الفيفا بيسألوا دايما على الأندية الكبيرة الموجودة في الدول، وبيبقوا حابين جدا إن هم يزوروها. فاحنا سعداء جدا إن احنا موجودين هنا، الزيارة كانت هايلة والناس قابلونا على أعلى مستوى كالعادة، واحنا سعداء جدا ان احنا بنشوف البنيه التحتيه بتاعه النادي اللي لسه بيحاولوا يحافظوا عليها على قد ما يقدروا، ان هم مخلين النادي في مستوى جيد جدا. وطبعا كنت اتمنى ان يبقى فيها وقت اكتر اضافي ان احنا نشوف المشروعات الجديده بتاعه النادي، لكن اكيد ممكن نقدر نعمل حاجه زي كده في الزيارات المقبله ان شاء الله. بس هم لا، الناس سعداء جدا. يمكن من الحاجات اللي هم سمعت حد فيهم بيقولها ان هو ما كانوش متوقعين ان في برشلونه موجوده في مصر، فده كلمه كانت ما بيننا وما بين بعض بنقولها. لكن طبعا في كلام جميل جدا موجود، لكن هم اكيد لو زاروا بقيت كمان الانديه في مصر، في انديه كتير متميزه، والواحد بيبقى سعيد بالتعاون مع الانديه المصريه عموما. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير في غايه الاهميه. يعني هذا التقرير فيه تفاصيل كثيره جدا ممكن تقال، وحلقات كثيره جدا ممكن نتكلم فيها في هذه الزياره الهامه للاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الافريقي. لكن ايضا في هذه اللحظات بعد هذا التقرير معنا تليفون مهم جدا، يعني اسمح لي اطير الى الارجنتين، ان معنا تليفون مهم جدا مع المهندس شريف العريان، سكرتير العام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اللجنه الفنيه في اللجنه الاولمبيه المصريه، وايضا رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والذي حقق ميداليات متميزه جدا في اولمبيات الشباب في الارجنتين. مهندس شريف، اولا برحب بيك ومساء الخير عليك هنا من قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيكم، والف الف مبروك لمصر كلها. اولا برحب بيك، ومعايا في هذه اللحظات ايضا الاستاذ عاطف حمود المدير التنفيذي للمركز الاولمبي بالمعاد، بيرحب بحضرتك. اهلا استاذ عاطف، اهلا بيك. اهلا بيك يا شريف بيه، مبروك يا باشمهندس، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. انجازات متميزه، لكن في هذه اللحظات في العديد من الميداليات ممكن نسمعها مع حضرتك على الهواء وننفرد بيها، وكل الشعب المصري يسمع الانجازات الطيبه من حضرتك. احنا لسه من خمس دقائق مخلصين منافسات الكاراتيه، بطلتنا ياسمين الجويلي احرزت الزهريه وفازت على بطله اليابان في النهائي وحرزت لنا الذهب، وعندنا كمان احمد الشهير بجودزيلا وزن 91 في الملاكمه فاز ايضا واحرز ميداليه برونزيه، فالنهارده في ذهبيه وبرونزيه، وفاضل ماتش بالليل لسه ملاكمه كمان على الثالث والرابع، يمكن ربنا يكرمنا بميداليه برونزيه اخرى. عدد الميداليات حتى هذه اللحظه طبعا المهندس شريف، يعني وصلنا اعتقد ل 11 او 12 ميداليه. لا 16 او 16. 11 ميداليه رسميه، 11 ميداليه رسميه النهارده منافسات الفرديه اللي هي دي بتتحسب في جدول الميداليات. مصر طلعت دلوقتي بالميداليتين دول للمركز 1019 في جدول الميداليات من 207 دوله، 207 دوله في حاجه و90 دوله. انا معايا اثنين دلوقتي، خدوها بس الاول باركلها وبعدين ارجع لكم تاني. طيب الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. اولا عايز اعرف انطباعك واحساسك دلوقتي وانت فايزه بميداليه اولمبيه في اولمبيات الشباب، احساسك ايه؟ وهل كنت تتوقعي الفوز بميداليه؟ انا كنت متوقعه كده، انها تعبت جدا والحمد لله، يعني ربنا كرمني بيها وده كان حلمي، وانا سعيده جدا بالانجاز اللي انا عملته ده والله. المنافسات شايفاها ازاي؟ والميداليه في حد ذاتها كمان بتلعبي مع منافسه قويه جدا كمان. طبعا كانت المنافسات قويه جدا والحمد لله عملت اللي عليا وربنا كرمني، يعني الحمد لله. كنت متوقعة ميدالية؟ كنت متوقعة ان انا انافس على ميدالية، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني. يعني المركز الاولمبي بالتاكيد كان ليه دور ايضا معاكم كصناعة البطل في اولمبيات الشباب اكيد. اكيد. تدريباتكم وكل استعدادكم كان من خلال المركز الاولمبي. بالتوفيق دايما يا رب. طب ارجع تاني اكلم المهندس شريف. طيب ان شاء الله ان شاء الله.
طيب مهندس شريف. الو يا باشمهندس، مبروك وبجد انجازات طيبه جدا، لكن كرئيس اللجنه الفنيه يعني عايز اعرف تعليقك على انجازات الاتحادات المصريه في اولمبيات الشباب في الارجنتين. الاول بس تعديل، انا مش رئيس اللجنه الفنيه في لجنه اولمبيه، انا امين عام اللجنه. امين سكرتير عام اللجنه بالظبط. انما الانجازات السنه دي انجازات رائعه. احنا تاهلنا ب 23 لعبه ب 68 لاعب ولاعيبه، الحقيقه متصرفين هنا ما فيش حد فيهم اكثر. النتائج متميزه جدا جدا جدا، احنا حطمنا الارقام الماضيه بتاعه اولمبياد نانجينج 2014 واولمبياد سنغافوره 2010، وده دليل كبير ان مصر ماشيه للامام، وبمزيد من النجاحات ان شاء الله، وباذن الله طوكيو يبقى في توفيق ان شاء الله، ونقدر كمان نحقق اكثر من 3 ميداليات للجون في ريو دي جانيرو. اخر حاجه باشمهندس شريف، ايضا اتحاد الخماسي الحديث كان ليه نصيب الاسد من الميداليات اللي اتحققت في الارجنتين. اتحاد الخماسي الحديث حقيقه يعني انجاز ما بعد انجاز، حقق العلامه الكامله. يعني احنا جبنا ذهبيه فرد الرجال وذهبيه فرد السيدات، وذهبيه كمان المختلط احمد والبنت حاطين جابوا ذهبيه المختلط، وسلمى مع الوقت بتاع الارجنتين اللي هو تصنيف واطي جدا الحقيقه، انما قدرت ترفعه لفوق وتحقق به فضيه في الزوج المختلط. فالحمد لله الخماسي كان موفق الى اقصى درجه، والحمد لله ان احنا تأهلنا ان احنا نرفع مصر للمركز ال 19 على 3. مهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب، وترجعوا من الارجنتين بقى بالعديد والعديد من الميداليات عشان تكون نواه جيده يا رب باذن الله لاولمبياد طوكيو 2020. شكرا جزيلا يا باشمهندس. استاذ عاطف، يعني انجازات طيبه جدا، احنا بنتكلم في المركز الاولمبي والاستعداد وصناعه البطل، انجازات طيبه جدا وابطال في الارجنتين هناك بيحققوا ميداليات ذهبيه وبرونزيه وفضيه. ده شيء اسعدنا بالفعل يا استاذ محمد، الابطال اللي جابوا الانجاز ده اللي حطوا مصر في الترتيب ال 19 بعدد الميداليات اللي حققوها، هم دول النواه اللي من ان شاء الله تعالى مصر هتشارك بيها في 2020 في طوكيو، بالاضافه للعديد من الابطال التانيين اللي حاليا بيعدوا بجهازهم للحدث ان شاء الله تعالى. شوف احنا بنتكلم على انجازات وصناعه البطل، ومعانا نجمه حققت الميداليه الذهبيه في لعبه الكاراتيه وفازت على اليابانيه في المباراه النهائيه. سلمى. يعني سلمى بتتكلم على انجاز جيد جدا، وقالت انا كنت بتدرب في المركز الاولمبي. الاستاذ محمد القصراوي رئيس الاتحاد، عايز اقول لحضرتك ان هو زارنا، وفرنا له مكان تدريب، جاب كل الفرق لكل المراحل السنيه. الدوله ما بخلتش على اي اتحاد باي طلبات اقامه تدريب لكل العناصر الجيده. الباشمهندس شريف هو عراس لجنه تم انتقاء الابطال دول عشان مصر ما تبقاش بس مشاركه زي ما بيقولوا زمان التمثيل المشرف. لا احنا بنسافر بابطال بيجيبوا ميداليات ويعملوا انجاز يحسب في ترتيب التصنيف الدولي، وعليها الابطال دول زي ما قلت لحضرتك ان هم حاليا هم في المصاف في التصنيف الدولي، وعليه يبدا يعد ويجهز ان شاء الله تعالى ل 2020 في طوكيو. طيب استاذ عاطف حموده، عندي استفسارات كتير واسئله كتير، لكن انا شايف مع حضرتك ورق عندك فيها اهم الايفنتات والاحداث الرياضيه اللي اتنظمت في المركز الاولمبي، الهيئات الرياضيه اللي بتخدمها او المركز الاولمبي بيساعدها في التدريبات، المدارس والالعاب بالتاكيد. المركز يا محمد بيه من ساعه ما تم تطويره فتحناه من زي ما قلت لحضرتك في يناير 16 لحد النهارده، مر عليه العديد من الاحداث الهامه، منها المؤتمر الاول للسياحه الرياضيه، مؤتمر الشباب الدولي لمواجهه الارهاب، مسابقات فنيه وثقافيه اللي بيسموها ابداع 4 و5، وداخلين ان شاء الله على المراحل اللي احنا فيها ابداع 7، ومعسكر تدريبي للمؤهل لكاس العالم في الطايره في الهاندبول. الاحداث دي كلها مرت علينا من البطولات العربيه في الملاكمه، استعدادات منتخب التايكوندو للدوره الاولمبيه كانت كل حضرتك الاحداث اللي مرت علينا، احتفاليات واللي بتنظمها السفارات الاجنبيه اللي في مصر زي دوله الكاميرون او الهيئات الخاصه او الجامعات الخاصه او المدارس الاجنبيه المقيمه زي المدرسه الامريكيه وحياه
كل دي حضرتك المشاهده الجماعيه اللي كان الدوله بتوفرها للوقوف وراء الارتباطات الدوليه اللي في مصر فيها سواء انديه او منتخبات، كل ده كان المركز بيوفر خدمه لكل الاحداث دي. منشات المركز زي ما بقول لحضرتك ما بتستغلش بس لخدمه الرياضه، خدمه مجتمعيه، فاتحين ملاعبنا في الاوقات اللي ما بتاثرش على تدريب المنتخبات للعديد من المدارس، العديد من المدارس في الالعاب زي الكوره زي الجمباز زي العاب الدفاع عن النفس، التايكوندو، الكاراتيه، الكونغ فو، الجودو، امور كثيره جدا. طيب سؤال اخير استاذ عاطف، انا بختم معاك حواري، المنشطات ده محتاج ملف ومحتاج حلقات كثيره جدا، لكن في ايجاز سريع، بما ان الفندق موجود داخل المركز الاولمبي وبالتاكيد بيأهل وبيجهز الوجبات الغذائيه، في ايجاز سريع، المنشطات عامله مشكله بالتاكيد للالعاب الرياضيه والرياضيين، لكن ازاي بقى المركز بيتغلب على الجزئيه دي في مساله اللحوم والتغذيه بالنسبه للاعيبه؟ من لحظه التطوير من ساعه الافتتاح المنظمه المصريه للمنشطات لفتت نظر وزاره الشباب والرياضه ان في اللحوم المستوردة بيبقى فيها عنصر بيطلع إيجابي مع اللاعبين، وبالتالي اللعيب أو البطل اللي بيصرف عليه ملايين بيعد سهل جدا إن المنظمة أو اللجنة من الوادة تبدأ تاخد له عينة ويطلع حالتك العينة إيجابية. من اللحظة دي تم الاتفاق إن وزارة الشباب تتحمل البروتينات الحيوانية المش مجمدة الفريش الطبيعي في وجبات اللاعبين سواء لعيبة أو شباب مش ممارس للرياضة. بالضبط. الحمد لله رب العالمين تغلبنا على الجزئية دي، والمركز بيوفر للرياضيين التدريب والإقامة الجيدة لإعداد أبطال أولمبيين إن شاء الله. أستاذ عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، في تفاصيل كثيرة لكن بالتأكيد كان مفيد جدا للمشاهد وأيضا للرياضيين بيشوفوا أهمية المركز الأولمبي داخل مصر. أنا بشكرك يا محمد بيه وقناتكم المتميزة على استضافتي معاكم النهاردة لإلقاء الضوء على المركز الأولمبي، وأتمنى أن نكون وفقت مع حضرتك أكيد في إبراز دور المركز في الخدمة المجتمعية والخدمة للمنتخبات اللي بيقدمها. شكرا جزيلا. فقرة مهمة جدا مع الأستاذ عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي ودور هذا المركز سواء على مستوى الإنشاءات الرياضية وخدمة الاتحادات الرياضية وصناعة البطل الأولمبي، وبالتأكيد خلال الفترة القادمة ننتظر المزيد والمزيد، ثم ملف الاستثمار من خلال هذا المركز اللي بالتبعية من خلال وزارة الشباب والرياضة ليها دور كبير جدا مع المركز الأولمبي في العديد من الملفات الرياضية داخل مصر، وبالتأكيد الفترة القادمة بإذن الله ننتظر المزيد والمزيد من النجاحات عشان أولمبياد طوكيو 2020 نعود بكثير من الميداليات من خلال صناعة البطل داخل المركز الأولمبي. شكرا يعني استاذ عاطف على هذا الحوار، وبالتاكيد الفقره القادمه فقره استثنائيه مهمه جدا ايضا كمان مع الكابتن خالد العوضي، عنده ضيوف مهمين حققوا انجازات عديده خلال الفتره الماضيه، وبالتاكيد خلال الفتره القادمه عنده ملفات كثيره جدا في فقره الالعاب الاخرى. نخرج الى فاصل ثم الكابتن خالد العوضي ومسك الختام مع الاهلي الليله مع الكابتن خالد العوضي. مساء الخير. النهارده في فقره الالعاب الاخرى معانا ابطال من ذهب، معانا ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي، نجوم دائما وابدا في الكاراتيه بيحققوا ميداليات في كل وقت، ودايما يعني نقول ما شاء الله مكتسحين العمليه ودايما ماشيين في الذهب ودايما كسبانين كل حاجه. معانا اتنين فقرتين النهارده، الفقره الاولى هيكون معانا الكابتن جمال خليل، نرحب بيك كابتن جمال. مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ومعانا كابتن فيصل سعيد. ايوه كابتن سعيد مساء الخير. كابتن فيصل فيصل سعيد مفيش مشكله خالص يعني صح عادي. ومعانا كابتن ميرنا مصطفى مساء الخير. ومعانا كابتن ناديه السيد. كابتن ناديه مساء الخير. مساء النور. قولي لي عملنا ايه في البطوله اللي فاتت اللي انتوا حققتوا فيها كل الانجاز الكبير اللي حصل بكم من الميداليات الكبير اللي حصل؟ الحمد لله احنا كنا بنلعب دوري ناشئات، الحمد لله خدنا الدرع، الحمد لله يعني كانت منافسه جامده،
الحمد لله احنا كنا حاطين في دماغنا ان احنا عايزين يعني ناخد الدرع، لان حاجه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي عامه. الحمد لله احنا ربنا وفقنا يعني الحمد لله خدنا الدرع. الحمد لله مبروك. الله يبارك حضرتك. فيصل قول لي، الماتشات بتكون جامده مع الانديه اللي احنا بنقابلها. فعلا الماتشات فعلا احنا في الدوري اللي فات ده احنا لعبنا حوالي 13 ماتش من الاول ماتش لاخر ماتش كانوا اصعب ماتشات، بس احنا الحمد لله كنا بنكسبهم، كان كسبناهم كل ماتشات معظمهم كسبناهم 3-0. كانت تعتبر الماتشات اللي هي كانت صعبه جدا كانت ماتشات سموحه ونادي الزهور ونادي هيهيا. نادي هيهيا حاجه كويسه جدا. ده طيب. نادي يعني مش نادي من الانديه الكبيره المعروفه في مجال الكاراتيه. هو نادي من فرع الشرقيه وجاب مركز ثالث. جاب مركز ثالث. تمام. كابتن جمال قول لنا بنستعد ازاي للانجاز الكبير ده؟ انا عارف ان اسره الكاراتيه ما شاء الله ميداليات ذهبيه كثيره كلهم ولاد النادي واعضاء النادي. قول لنا بنستعد ازاي لده؟ الاستعداد حضرتك بيبقى فيها تاهيل بدني الاول بنبدا بيه للاعبين، واختيار بيتم من الدكتور مراد عاصم على حوالي ثلاث مراحل. بيختار العدد اكبر من الموجود، احنا مطلوب مننا نلعب في الكاتا مثلا بست لاعبين وست لاعبات، فبيختار منهم 12 تقريبا الاول، وبعدين يلعبوا مع بعض ماتشات ويحسب لكل واحد فيهم ماتشاته، وعلى ضوء اكبر سكور منهم هو اللي بيمثل النادي في البطولات اللي بنلعبها ان شاء الله. قول لي، عندنا قاعده كبيره جدا في الكاراتيه في النادي، وعندنا ولاد تقريبا 3000 4000 ولا تقريبا حوالي تقريبا ما بين 3000 و4000 على الثلاث فروع. قول لي ازاي بناء المنظومه دي كلها ماشيه في 3000 4000 لاعب؟ المنظومه دي كلها حضرتك الدكتور مراد عاصم كرئيس للجهاز مقسم المهام ما بين المدير الفني ومديرين القطاعات والمدربين، فكل واحد ليه مهمته في الشغل، والمدربين نفس الشكل، وما بنكتفيش بمدرب الفرقه لوحده، وبنعمل لها منتخب للمراحل العمريه اللي عندنا، بنلاقي احسن عناصر في كل مرحله بيدربها، بيقوم بتدريبها مدرب متقدم شويه وتحت اشراف السيد رئيس الجهاز ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن ومديرين فنيين ورؤساء القطاعات بالنسبه لكل الفرق كاتا او كوميتي. ميرنا قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. جاي تحكي معايا قبل ما نخش صح؟ مبسوطه. ليه مش قادر ليه؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ لا تمام مفيش حاجه. كويسه؟ تمام الحمد لله. طب قولي لي يا ميرنا، كاراتيه لعبة قوية، لعبة عنيفة. البنت ازاي تختار الكاراتيه؟ يعني ازاي روحتي لغاية ملعب الكاراتيه برجلك؟ والله انا بلعبه من وانا صغيرة، يعني تقريبا من 7 سنين، من انا عندي 7 سنين. بابا هو اللي دخله لي. بس الحمد لله يعني ربنا كرمني، والكابتن قال من وانا صغيرة ان انا يعني ان شاء الله هبقى حاجة كبيرة في المستقبل. بس الحمد لله. يعني دخلنا ملعب الكاراتيه ان بابا وداكي الملعب. وانت كملتي فيه. طب هي مش رياضه عنيفه شويه ان البنت تمارسها ولا لا؟ انا مش شايفه كده خالص. انا شايف كده بصراحه. لا انا شايفه ان البنت عادي تقدر تلعب اللي هي عايزاه. ايوه اكيد تقدر تلعب، بس خلي بالك برضه يعني بيقولوا يلعبوا لعبه جماعيه، يلعبوا لعبه فرديه ثانيه سباحه، لكن الكاراتيه لعبه عنيفه شويه على البنت. لا. مش شايفه كده؟ لا انا شايفه عادي، يعني البنت تقدر تعمل اي حاجه حتى لو كاراتيه ولوحدها. خالص. خالص. قول لي يا فيصل، بندرس ايه؟ ايه؟ تدرس ايه؟ تدرس ايوه في المدرسه. انا عارف في اي سنه؟ في صف ثانيه ثانوي. في ثانيه ثانوي؟ في ثانيه ثانوي. ازاي قول لي بتاخد تدريب وبطل ومذاكره؟ عندنا ثلاث حاجات صح؟ ازاي بنقدر نوفق بين الاوضاع دي كلها؟ بصراحه انا الحمد لله انا عندي بعرف انظم وقتي كويس، بعرف انظم بين الدراسه والرياضه، يعني حتى ساعتها لما برجع ساعات الحق اذاكر وبعد كده لما يجي وبعد التمرين بنزل على طول. وحتى بشوف معاد التمرين بنزل قبلها بساعه عشان اوصل. والحمد لله بمشي في ده وبمشي في ده كويس. بتقدر تنظم بين الاثنين يعني؟ الحمد لله. يعني طب قول لي خروجاتك مع اصحابك ما بتخرجش ما بتعملش؟ اكيد بتخرج صح؟ لا بصراحه ما بخرجش. ما بتخرجش؟ ليه بصراحه؟ ليه كده؟ زمايلي يتوتروا بعيد عني. في مكان ساكن بعيد عنهم. فنادرا ما بخرج. نادرا ما بتخرج، لكن اكيد عشان تكون بطل لازم تكون يعني في حاجات بتعوض حاجات. بالظبط. ناديه قولي لي، مين اللي بيبوش الامور في البيت؟ اكيد البيت ليه عامل مؤثر عندك. طبعا. ماما، بابا، اخواتك، مين بيضايقك في البيت؟ قولي لنا عشان كده عشان قولي لي. لا هم عامه بابا وماما واختي كلهم يعني بيدوني بوش. يعني اختي بتلعب كاراتيه؟ معلش سوري. هي كانت بتلعب كاراتيه وهي صغيره. هي صغيره؟ بس سابته. سابته؟ طب سابته ليه؟ لا عشان يعني بس انت بطله. كنا ايه؟ غيرها؟
غيرها صح؟ عايش. انت البطلة. كملي. قولي لي. لا انا هكمل في الكاراتيه ان شاء الله. قولي لي. طب يعني ماما وبابا ليهم دور، ايه الدور انا عايز ابرز للناس او الجمهور ايه الدور اللي ولي الامر بيعمله؟ يعني ماما بتوش الامور ازاي؟ بابا بيوش الامور ازاي؟ هي ماما طبعا بتشجع، ماما وبابا عامة هو كل البيت عامة، كل البيت بيشجعني ومعايا في اللعبة دي لحد الآخر يعني، وهما إن شاء الله يعني عايزيني أكون بطلة عالم، هما بيشجعوني إن أنا أوصل يعني للحلم ده، هما معايا يعني حتى في تماريني في كل حياتي عامة، يعني مش بيسيبوني يشجعوني في كل حاجة. طب هستأذنك هنقطع معاك لأن معانا بس سيادة السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر في ساحل العاج ووصول بعثة النادي الأهلي لكرة اليد المشاركة في البطولة الأفريقية إن شاء الله لكرة اليد هناك في ساحل العاج من الفترة من 19 ل 31. سيادة السفير مساء الخير. أهلا مساء الخير أهلا. عارفين النهاردة إن شاء الله بعثة النادي الأهلي هتوصل بإذن الله لساحل العاج، عايزين نعرف آخر الاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي إن شاء الله هتوصل الساعة 1 بتوقيت ساحل العاج. بسم الله الرحمن الرحيم واهلا وسهلا طبعا بقناة الاهلي والسادة المستمعين، واحنا طبعا سارة يعني منذ اختارها بالمشاركة المصرية طبعا في البطولة الافريقية البطولة الاربعين، واحنا بالفعل على تواصل مع الجانب الاجباري واجتمعت شخصيا حوالي ثلاث ايام رئيس الاتحاد الإجباري للهاندبول واطمئنيت بنفسي على الإجراءات. فهو هنا تعرف حضرتك كان أنا اللي قبل فاجر كان في هنا دورة الألعاب الفرنسية، كانوا دولة كوت ديفوار بنت يعني قرية مخصصة زي كده قرية أوروبية للألعاب الفرنسية، فدي اللي إن شاء الله هيتم استضافة الفرق المشاركة إن شاء الله في البطولة. وطبعا زي ما حضرتك عارف في مجموعتين رجال، المجموعة الأولى فيها النادي الأهلي لكرة اليد والمجموعة الثانية فيها إن شاء الله نادي الزمالك برضه اللي إن شاء الله هيوصل لها. فإحنا طبعا بنستعد من فترة وإن شاء الله أنا هكون شخصيا في استقبال بعثة النادي الأهلي اللي هتوصل إن شاء الله يعني تقريبا بتوقيت القاهرة، هيبقى تقريبا الساعة 3 الفجر بتوقيت القاهرة بإذن الله إن شاء الله من دار البيضاء من كازابلانكا من المغرب، فهنكون إن شاء الله في الاستقبال ويعني نعمل طبعا على راحتهم وعلى يعني استعدادهم التام إن شاء الله للمباراة الأولى اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله الجاي. سيادة السفير عايزين نطمن حضرتك على مكان الإقامة، أنا عارف إن هي كانت قرية أولمبية بس مكان الإقامة يعني مكان الإقامة أنت عارف دايما الدول الأفريقية في البطولات الأخرى بره كرة القدم بيكون أماكن الإقامة فيها شوية مشاكل، هل أماكن الإقامة حضرتك بتطمنا عليها إن البعثة الأهلي هتنزل في مكان؟ هو إن شاء الله هو بالفعل وصل من يومين يعني أحد يعني نادي دول واخد مقدمة من النادي كابتن هاني النجدي وصل فعلا من يومين وكنا برضو السفارة كانت في استقباله وفي مندوب من السفارة راح مع القرية امبارح، انما يعني انت عارف طبعا بطبيعة الحال يعني هنا يعني الاستعدادات بتبقى دايما يعني اخر لحظة هم من امبارح والنهارده لان هم اساسا الاستقبال الرسمي او الإقامة الرسمية في القرية المفروض من بكرة، انما ان شاء الله الفرق بتاعتنا هتوصل النهارده ويعني بقول لحضرتك كابتن هادي موجود هنا من اول امبارح ومع مندوب السفاره وقدروا ان هم طبعا يزوروا القريه ويجتمعوا بمسؤولي الاتحاد الافريقي والاتحاد الاجباري بحيث ان شاء الله يبقى مع وصول الفرق ان شاء الله يبقى كل حاجه جاهزه وعلى اتم الاستعداد. وطبعا احنا كسفاره احنا طبعا يعني احنا بقول لحضرتك موجودين من ساعه وصولهم في المطار وطبعا يعني هنوفر لهم كل سبل للراحه عشان ان شاء الله يبقوا يعني الاداء متميز كالعاده ان شاء الله يكونوا يعني مبسوطين وسعداء في البطوله ان شاء الله ويحققوا احسن نتائج باذن الله. سياده السفير بنشكرك شكرا جزيلا على اطمئنان على استعداد النادي الاهلي او استعداد وصول بعثه النادي الاهلي وان شاء الله هنكون مع حضرتك كل يوم بنتابع مع حضرتك اخبار بعثه النادي الاهلي. سياده السفير شكرا جزيلا. معلش كان لازم نعمل تليفون مهم مع سياده السفير ده النادي الاهلي وهاندبول عشان انت عارفه انا بتاع هاندبول برضه مش هينفع لازم يكون في حاجه. قولي لي بقى
نرجع تاني لمرجوان عمرنا وقولي لي احنا بخصوص الاسره بابا وماما والقصه كلها مين بيبوش ومين فعلا اللي بيديك الباور في القصه كلها؟ اكيد كل واحد يدور. كلهم ليهم دور، كلهم اصلا بيعملين نفس البوش يعني الحمد لله يعني وعايزين يعني اوصل ان شاء الله يعني لبطله عالم. لبطله عالم؟ ان شاء الله. ناويه. نرجع للطموح ده عشان الطموح ده طموح مشروع لكل اللاعبين. كابتن جمال اكيد بيقابلنا صعوبات واحنا بنصنع البطاله. عايزين نعرف ايه بعض الصعوبات اللي بتقابلنا؟ هي بعض الصعوبات اللي بتقابلنا صعوبات الوقت بالنسبه للاعبين واغلبهم في مدارس اجنبيه وناشونال وانترناشونال، فطبعا بنحاول نظبط وقتنا في التدريب يناسب اغلب اللاعبين عشان نقدر نتغلب على الوقت دول. تاني حاجه البدني بتاعهم والسرعات بتاعتهم دي كلها بيبقى ليها قياسات عندنا في التمرين او بتعمل حسابها بحيث نقدر نوصل للعيب لاعلى مستوى ليه قبل بدايه الموسم ان شاء الله. ان شاء الله. فيصل قول لي ايه اصعب ماتش قابلك في الدوره اللي فاتت في الدوري اللي فات؟ قابلني انا؟ ماشي. كان اصعب ماتش قابلني بصراحه كان ماتش هي نادي هي. عايز تعلي صوتك شويه. اصعب ماتش قابلني فعلا في الدوري كان ماتش نادي هي. الماتش ده الكابتن كان نزلني رقم واحد. الماتش ده كان الكابتن كان نزلني رقم واحد. كويس. اللاعب اللي انا لعبته كنا احنا عملنا لقاء قبل كده معاه وخسرت منه، كان فارق كبير. تمام. وانا بصراحه كنت نيرفز وكنت عايز اكسب. وانت نازل بقى كنت ايه؟ جواك قول لنا كده. وانت لازم كنت جواك ايه؟ عايز ايه؟ تفرتكوا صح؟ صح يعني جوايا كنت بوقد نار الصراحه. صح كده؟ كنت يعني الولد انا لعبته قبل كده وخسرت منه. كويس. فكان لازم وبالذات ان احنا في ماتش رسمي كان لازم اكسبه فرق عادي. والحمد لله انا كسبت يوميها انا لعبته وكسبته 7-0. ما شاء الله. ده الماتش كان اصعب ماتش بالنسبه لك؟ ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي. مرنا قولي لي مبسوط قوي انك بتتحكم. لا عجباني جدا. ياسمين نصر لسه محققه الميداليه الاولمبيه حالا في بوينس ايرس في الارجنتين. تقولي لها ايه؟ احب اقول لها مبروك. طبعا اكيد ربنا اداك على قد تعبك. ان شاء الله تكوني في تقدم على طول. ربنا يبقى زيك. مرنا قولي لي دلوقتي انت عارفه لسه الاولمبياد لسه داخله، يعني الكاراتيه لسه داخله في الاولمبياد، اعتقد دي اول اولمبيك جيمز للكاراتيه في الشباب، واعتقد المرحله الجايه كابتن جمال فهتخش في الاولمبياد في طوكيو اعتقد. ان شاء الله. هتخش لعبه اساسيه. 2020 في طوكيو. وليه عندنا ابطال عالم كبيره في النادي الاهلي زي الدكتور مهند مجدي طبعا. دي حاجه عضو مجلس اداره، وابطال تانيين كتير عندنا في النادي. قولي لي رايك ايه؟ النادي الاهلي هيفضل مستمر؟ مصر هتفضل على الرياده ولا هيحصل مشاكل زي ما بتشوف دايما في العاب الفرديه لما بتخش اولمبيه بنقوم نازلين؟ قولي لي. لا ان شاء الله نبقى في تقدم، ان شاء الله نفضل مستمرين في اللعبه دي، وان شاء الله تفضل على طول في الاولمبيات. يا رب ما يحصلش اي مشاكل يعني. بتشوفي مين مثلك الاعلى في اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي؟ الكباتن بتوعك. في الكباتن؟ صراحه كباتن اللي بيدربوني كابتن تامر هو مدربي. انا طبعا احب اشكره جدا على وقفته جنبي مع كل السنين دي، انا بتدرب معاه من وانا صغيره فاحب اشكره جدا. وكمان احب اشكر كابتن احمد عاطف هو اللي كان بيدربنا في الدوري. بجد بصراحه عمل معانا مجهود جامد قوي واحنا كنا بنتعبه جامد. طب ازاي؟ عايز اعرف قولي لي. لا نادي، لا معلش عايز اعرف بتعملوه ازاي؟ بتعملوه ازاي يا نادي؟ قولي لي بتعملوه ازاي؟ قولي لي. احنا طلعوا من المدربين انتوا برضه. لا قوي بجد. لا احنا الحمد لله كنا بنتمرن، بس ساعات اللي هو ايه لما احنا كنا بنلعب جماعي لما مثلا ما بنمشيش مع بعض واحده تنسى كده، فكنا الصراحه بنتعبوا جامد كده. جمال قول لي لو ما مشوش جماعه ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا لازم وحاجات كده بشوفها. لا ابدا، لا هو التكرارات هي اللي بتتعبهم كتير. كويس. يعني احنا عشان هم يوصلوا لاعلى مستوى فبنعيد التكرارات عليهم عشان النقط اللي بيحصل فيها النقط اللي بيحصل فيها نسيان او حدش يمشي مع زميله اللي جماعه ما بيبقاش مظبوط فبنعيد نكرر مره ثانيه. فده طبعا من ضمن الحاجات اللي بتتعبهم جامد في التمرين ان احنا نعمل تكرارات ازيد من العادي بحيث ان هم يقدروا يؤدوا الاداء من غير اي غلطه باذن الله. قول لي يا فيصل طموحنا ايه في المرحله الجايه؟ انا طموحي المره الجايه ان شاء الله اخش منتخب مصر وانا بطولة العالم ان شاء الله واجي فيها ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ماشي يا فيصل. ناديه طموحك ايه في المرحله الجايه؟ ان شاء الله عايزه ابقى بطله عالم ان شاء الله. هو كده
هو كده. هي عافيه. دي عافيه صح؟ عافيه. خشي اتفضلي قولي. الحمد لله يعني يا رب اكون يعني بطلت عالم وانا نفسي ان شاء الله احققها ان شاء الله ان شاء الله احققها. اولمبيك جيمز ماشي؟ مش واخد عالم بقى اولمبيك جيمز خلاص. قولي لي ايه الطموح؟ والله احنا كلنا نفسنا نبقى بطل عالم يعني. نفسك؟ قوي بجد. بتفكري في الكلام ده كتير وانت ما فيش ده التارجت بتاعك؟ بالظبط ده الهدف بتاعي. جميل. ده الهدف بتاعك. كابتن جمال الكلمه الاخيره لمجلس اداره النادي الاهلي. حقيقي احنا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي لانها منظومه قويه وليها كاريزما البطوله ودي طافي علينا كلنا كالعاب رياضيه في قلب النادي الاهلي. بنمشي على نفس النهج وتقريبا زي ما قالوا لنا روح الفانلة فعلا هي روح النادي الاهلي هي اللي بتبقى مسيطره في الماتشات علينا في قلب الملعب وكلنا بنخاف على سمعه النادي في قلب الملعب واحنا بننافس اي فرق تانية. كلمه لابطالنا اللي قاعدين دول اللي هم قدروا يحققوا وعايزين يوصلوا لبطوله العالم. ابطالنا دول احنا طبعا بنشكرهم على ادائهم الرائع دون وعملوا انجاز غير مسبوق قبل كده ان احنا ناخد اربع دروع ذهب مركز اول في مرحله الناشئين لان كنا دايما بنجيب يا درعين يا ثلاثه بالكثير فاول مره نجيب اربع دروع ودي انتصار غير مسبوق حتى في الاتحاد المصري للكاراتيه ما فيش نادي قدر يعملها غير النادي الاهلي. كابتن جمال يعني الوقت سريعا لازم نشكركم جميعا. نشكرك يا فيصل نشكرك يا ناديه يا ميرنا اللي قعدت تحكي من اول الحلقه بشكركم جدا وفعلا انتظرونا لان هنخرج لفاصل مهم او تقرير عن برضو رياضه الكاراتيه وابطال اخرين وهنستقبل برضو ابطال اخرين او برضو ذهب في بطوله الدوري تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. طبعا الحمد لله وشعور جميل جدا احنا تعبنا جدا يعني على ما قدرنا نحقق الفوز ده ودي اول مره من زمان جدا ان احنا نجيب درع دوري الناشئين بقى لنا 3 سنين بنتمرن وكل سنه بنتقدم اكتر واكتر. اول سنه جبنا 5 بعدها السنه اللي فاتت جبنا 4 السنه دي الحمد لله قدرنا نجيب الدرع وقدرنا برده نجيب درع الناشئات والكوميتيه وفي كده فالحمد لله. الحمد لله احنا ربنا كرمنا احنا بقى لنا 3 سنين بنهدي الفرقه ديت علشان ناخد بقى الدرع السنه دي ان شاء الله. الحمد لله عملنا معسكر واشتغلنا يوميا تمرين الصبح وضهر بتعليمات من الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن والحمد لله كان عاملين لقاءات كتيره مع انديه كبيره وربنا كرمنا الحمد لله فوزنا بدرع الدوري لعبنا 13 ماتش بدون هزيمه اللهم لك الحمد. والله هو شعور حلو قوي بالذات مع الفرقه دي لان دي فرقه لسه صغيره وطبعا ده كان انجاز حلو جدا ان هم صغيرين وقدرنا نجيب الدرع اول الحمد لله. الحمد لله طبعا بفضل من ربنا السنه اللي فاتت كنا عاملين 6 في الدوري ده الحمد لله اجتهدنا قوي الموسم ده وبدانا من بدري صراحه الجهاز وفر لنا كل حاجه بدانا اعداد بدني واعداد بدني عام واعداد خاص الحمد لله دخلنا في فتره المنافسات الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا لعبنا دوري صعب جدا 15 ماتش ما بين احسن 15 نادي في مصر الحمد لله الحمد لله بدون هزيمه بتعادل 1 لله الحمد الحمد لله الحمد لله حسمنا الدوري من قبل نهايه الدوري بثلاث ماتشات الحمد لله كنا افضل فرقه على المستوى الدوري كله كنا موفقين جدا بدنيا وفنيا الحمد لله الحمد لله طبعا دكتور مراد توجيهات دكتور مراد دكتور محمد حسن كابتن اشرف صالح كابتن حاتم يوسف مدير قطاع الناشئين الحمد لله كنا موفقين والحمد لله ربنا كرمنا بعد مجهود كبير جدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله فرحان جدا يعني باللي احنا عملناه يعني كنا بنتمرن جامد كل يوم تقريبا دي تاني مره اخد الدوري مع او تاني مره ندخل الدوري ونجيب الدوري برده الحمد لله وكسبنا كل ماتشاتنا وكنا شغالين في تمارين بكل ما احنا عايزين يعني ونزلنا الدوري وعملنا اللي احنا عايزينه الحمد لله. طبعا احنا بنتمرن شبه كل يوم بنتمرن طبعا تمارين جامده وعشان نجهز طبعا المنافسات عشان زي ما قلت لحضرتك المنافسات بتبقى صعبه ويعني والفرق بتبقى تقيله فلازم طبعا نبقى مجهزين قبلها بفتره وبيبقى في فتره اعداد وطبعا كل الفضل للكابتن ابراهيم مجدي وكابتن علي صبري اللي ساعدونا ان احنا نحقق النجاح ده الحمد لله. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للعيبه ومبروك للجهاز الفني والاداري. احنا بمجرد ما بتنزل الخطه من الاتحاد المصري للكاراتيه بيبقى في هنا تجميع للعيبه دكتور مراد عاصم بيتم اختيار افضل العناصر الموجوده عندنا وبناء عليه بيتم بعد كده تحديد التدريبات بتاعتهم تدريبات بدنيه وتدريبات فنيه.
البطوله طبعا بطوله الدوري دي بتبقى بطوله قويه، بطوله الدوري الممتاز دي بطوله قويه بتضم افضل العناصر وافضل الانديه في البطوله، وبناء عليه احنا بنلعب حوالي اكتر من 15 ماتش، وطبعا الافضل اللي هو اللي بيوصل بنبقى محتاجين كتات معينه نلعبها مع الفرق اللي قدامنا، كل فرقه بيبقى لها شغل معين وتكتيك معين، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله انجزنا. يعني احنا بنشكر مجلس الاداره الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان هو وفرنا الاستقرار وقدرنا نحصل لاول مره على اربع دروع، درعين كاتا ودرعين كوميتيه للناشئين والناشئات، ودي حاجه غير مسبوقه برئاسه الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن، واللعيبه عندنا قاموا بمجهود خرافي قدروا يحصلوا على الدروع بتفوق الحمد لله. هو اربع دروع وكل فرقه يعني فرقه الكاتا مكونه من ست لعيبه فبيحصلوا على ست ميداليات غير الجهاز الفني والاداري، وبالنسبه للكوميتيه 10 لعيبه بيحصلوا على برضك 10 ميداليات، فتوتال الفرقتين الكوميتيه 20 ميداليه والكاتا 12 لاعب ولاعيبه يبقى 12 و20 يبقى 32 ميداليه. ده رجعت لنا مره ثانيه مع ثاني فقراتنا النهارده وابطال الكاراتيه. ابطال الكاراتيه ما شاء الله لو جبناهم يعني هنقعد حلقات وحلقات نتكلم عليهم، دول عندنا ابطال كتير، ابطال فوق يعني مش ارقام كبيره، مش عايزين نحسب نفسنا، لكن ما شاء الله عليهم هم دايما حاطين النادي الاهلي في المقدمه. معانا في الفقره الثانيه معانا كابتن عبد الرحيم قاسم مدرب فريق الكاراتيه. كابتن عبد الرحيم اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا كابتن محمد عادل. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبسوط؟ طبعا. تشجع الاهلي قوي؟ طبعا. ومعانا كابتن محمد صلاح، هو مش لاعب كوره لكن هو بطل عالم في رياضه الكاراتيه. كابتن محمد مساء الخير. ازي حضرتك؟ كابتن ملك علي اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نبدا معاكي، قولي لي ايه الحكايه؟ وصلنا ازاي ونجحنا ازاي وحققنا ازاي؟ احنا بادئين تمرين تاني اسبوع في شهر رمضان. تاني اسبوع شهر رمضان ولعبنا في شهر 9، اول احنا عندنا اسبوعين. كويس. اول اسبوع لعبناه في شهر 9، تاني اسبوع لسه لاعبينه كملناش اسبوع. كويس. طبعا التمرين كنا كلنا بنحضر، بنتمرن جامد جدا، كويس جدا. كنا حاطين في دماغنا ان احنا لازم نجيب الدرع عشان ما ينفعش حد تاني يجيب غيرنا الدرع. جهزنا دخلنا الحمد لله اول اسبوع كسبنا كل ماتشاتنا اللي عندنا، تاني اسبوع نفس الكلام والحمد لله خدنا الدرع. قولي لي اصعب وقت في تدريباتك في الكاراتيه ولا في الفتنس ولا فين بالظبط؟ هو الاثنين صعبين. لا الكاراتيه سهل، انا عارف كده. ايه رايك؟ لا فتنس اصعب. فتنس لا 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 الاثنين يعني ده بيكمل ده، ده بيكمل ده. تمام. كابتن عبد الرحيم في مشقه وتعب للعيبه عشان نوصل لان هو ده البطل، لكن اكيد انتوا برضو حلاوه المكسب بتنسيك حاجات كتيره. قول لي ايه الطريق اللي حد يمشيه عشان نوصل لغايه البطل؟ والله احنا الحمد لله بنعمل استعداد كويس جدا للفرقه، وده بيبقى دعم من الجهاز الفني والاداري. تمام. بنكثف عدد الوحدات التدريبيه وبنعمل دايما لقاءات باستمرار عشان نقدر نوقف على مستوى اللاعبين. كويس. وبنبدا نحط استراتيجيه اللي احنا هنلعب المباريات التشكيل ازاي. وطبعا احنا ماشيين بيحصل طبعا عندنا مشاكل، طبعا في ولد مثلا بيجي له اصابه، في ولد عاوز يتاهل نفسيا، فبيبقى معانا الدكتور المنتال موجود دكتور مدحت، وطبعا بيبقى معايا كابتن شيكو، لو في اي دروب موجود فنيا بنبدا نساعد ونبدا نقوم اللعيب ده عشان نقدر نكسب في المباريات الصعبه يعني. محمد قول لي لما بتلعب الماتشات اكيد في ماتش مش بتنساه، مع ان العمر التدريبي بتاعك مش كبير، اعتقد مثلا بتمرن 9 سنين مثلا 8 سنين. مثلا اكيد في ماتش من الماتشات ما نسيتوش في حياتك، ايه الماتش اللي ما نسيتوش في حياتك؟ في الدوري؟ في اي مكان.
اهو عادي يعني مفيش ماتش اللي هو لازم تكون في ماتش معلق في ذاكرتك، ماتش كسبت فيه ذهب مثلا. اكيد الماتش الاخير كان ماتش مهم بالنسبه لك. الفاينل بتاع الدوري دوت كان احنا وسموحه كويس الحمد لله، كنا رايحين واحنا كسبين كل الماتشات كويس، ما فيش خسرانين ماتش الحمد لله، فاحنا نكسب ناخد الدوري طبعا. دوت ماتش ما يتنسيش يعني، مش انا تنسى لا طبعا يعني، ده ماتش الدرع يعني. قولي لما نزلت الارض الملعب ايه كنت في دماغك، ايه بتفكر ازاي؟ لازم اكسب يعني عشان الناس وامي وابويا واخواتي وكده يعني بيفرحوا المدربين. قولي مدربك قال لك ايه وانت نازل الارض الملعب تفتكر؟ قال لي اعمل اللي عليك بس واستريب باقي يعني على الله بس. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. محمد صلاح اسم كبير في عالم كره القدم، كابتن محمد صلاح كلنا بتشجعه واسمه عظيم، والنهارده قدامنا محمد صلاح بطل العالم في الكاراتيه مظبوط؟ قول لي وصلنا لبطل العالم ازاي؟ طبعا كله طبعا يعني كل مجتهد نصيب كويس، كل ما تتعب ربنا هيديك يعني ان شاء الله كويس. طبعا انا اشتغلت على الكلام ده سنين، وانا الحمد لله بدات كارتي من وانا عندي 4 سنين يعني. اربع سنين لعبت كارتي وانت عندك 4 سنين، دخلت بطولات وخسرتها مش مشكله، نقعد نكمل نطور من نفسنا ونكمل تاني لحد ما وصلت للهدف ده الحمد لله. وصلت له بعد قد ايه؟ كام سنه تدريب؟ لا كتير كتير، بقول لحضرتك بدا من 4 سنين. من 4 سنين النهارده عندك 16 سنه بعد 12 ساعه وصلت الحمد لله. اللي جاي ايه؟ الحمد لله انا يعني بطوله العالم اللي جاي الشباب يعني تحت 18 سنه يعني بطمح ان انا اثبت على مستواي يعني ما حصلش دروب وابقى بطل عالم تاني ان شاء الله. اسم محمد صلاح في كره القدم بيعلق معاك؟ الناس بتعلق معاك بتقول لك حاجه اصحابك؟ طبعا يعني. ايه؟ روما يا محمد. ايه؟ روما بيسموه روما عشان كان بيلعب في محمد صلاح بيلعب في روما اه بيقولوك روما. الاسم ده بالنسبه لك اسم يعني هو ينسب محمد صلاح التاني يعني؟ ايوه بس انت اكيد برضو بطل عالم عندنا يعني مفيش مشكله مظبوط؟ قولي لي ملك، قولي لي ازاي بتوفقي بين الدراسه وبين التدريب؟ اكيد في بوش لازم ندرس نتعلم، اللعب مش بيجيب نتيجه، اللعب ملوش فايده صح ولا ايه؟ بصراحه بابا وماما بينظموا لي وقتي كويس جدا بالذات وكمان اداره الكاراتيه كويس. من النادي بتنظم الوقت يعني بتخلي التمرين متاخره شويه، مثلا بنبدا تمرين الساعه 8 خلاص مثلا 11. انا بحاول يعني اخلي وقتي للمذاكره وانا قاعده، ما اوريش حاجه اذاكر مش اضيع وقتي. وقت التمرين بتمرن بجد، مش اللي هو انا رايحه اهزر، بتمرن بجد عشان اطلع النتيجه دي. مركزه بتركزي في الامور؟ اه طبعا يعني مذاكره ودراسه دراسه. بالظبط. طب والهزار؟ هزار. طيب كابتن عبد الرحيم، كابتن عبد الرحيم، المرحله بتاعت اولياء الامور النهارده ما عادش زي زمان، احنا بنلعب كان زمان كنا بنروح الملعب لوحدينا، الوضع دلوقتي اختلف. اولياء الامور قول لي بيتعبوا ازاي؟ يعني بيساعدوا ازاي؟ يعني اكيد بقى جانب اساسي عندنا ولي الامر. والله طبعا ولي الامر طبعا هو الجانب الاساسي فعلا عشان يظهر البطل اللي احنا شايفينه قدامنا في النادي الاهلي. يعني انا بحس ان ولي الامر بيبقى مضغوط نفسيا وذهنيا مع ابنه، بينظم له وقته، بيجيبه تدريبات في مواعيده، بيطلع من درس يخش في تمرين، يتمرن فيتنس، يتمرن كاراتيه، ده الموضوع شاق جدا. وحتى في العاب كتيره جدا ولي الامر بيصحى الفجر زي السباحه، زي السباحه بيصحى الفجر عشان يوصل للمرحله اللي هو عاوزها يعني. احنا نفس الكلام في الكاراتيه، بيبقى عندنا يعني الولد بيبقى عنده كذا تمرين، ما بيدخلش الصبح لا لا، بس عندنا تدريبات يعني. انا في الدوري الفتره الاخيره دي كنا بنتمرن لغايه الساعه 12 بالليل ومعانا بنات طبعا، احنا ماسكين فرقه ناشئات لغايه 8، من 8 بنخلص 11 ونص 12، وطبعا قبل ما بيروحوا. فدي كانت ضغط على اولياء الامور طبعا، بيصاروا مع اولادهم لغايه يعني يعتبر احنا اخر ناس بنخرج من الصاله، ودوت كان بيساعدنا كتير جدا ان احنا عشان نوصل للمستوى اللي احنا عاوزينه في الدوري. كنا بنزود الوحدات التدريبيه، وكنا بنتمرن في اهل الجزيره، بنتمرن في اهل مدينه نصر، بنتمرن في الاثنين عشان نقدر نكثف كويس جدا اللعيبه يعني. طيب عايز اعرف حكايه الدرعين. يعني عايز حضرتك تحكي الدرع ده وتحكي الدرع ده للناس تقول ايه؟ طبعا الكلام الاول على الدرع العام كويس، الترتيب اول تمام على مستوى القاهره من اول سن 10 سنوات حتى 18 سنه ما شاء الله. طبعا الدرع ده متواجد في الاهلي من زمن كبير جدا، على ما اعتقد من 90 تمام، ما خرجش بره الاهلي الحمد لله. احنا كان عندنا تكريم من فتره يعني اول امبارح ما شاء الله، امبارح الحمد لله خدنا ترتيب عام اول
كاتا وكوميتي وترتيب عام الاثنين كاتا وكوميتي ما شاء الله. طبعا فرق نقاط كبيره جدا بينه وبين الثانيه. مين الثاني؟ الثاني كان الشمس وفي الزهور. هايل. الحمد لله طبعا ده بيبقى كاتا وكوميتي وتبقى المنافسه فيه شرسه ان كل واحد عاوز يحافظ على الدرع في النادي بتاعه. فالحمد لله الاهلي منظومه متكامله بتقدر ازاي توظف كل مدرب وكل اداري وكل لاعب في مكانه عشان نقدر نوصل للنتيجه دي. بالنسبه لدوري النشئات ده دوري غالي عليا عشان دي فرقتي. تمام. ده اللي هو ده على الشمال ده. تمام طبعا طبعا صح فرحان انا طبعا جميل. كان ليا شريك طبعا في النجاح ده طبعا كابتن خليفه عبدين اشاره شيكو. تمام. وطبعا الدرع دوت كان كنا بنجتهد عشان نجيبه يعني. كان في طبعا صعوبات واجهتنا كتير جدا جدا في الدرع دوت بس الحمد لله الجهاز بالكامل كان واقف ظهرنا. طبعا من اول دكتور مراد عاصم رئيس الجهاز ودكتور محمد واللواء اشرف صالح وكابتن حاتم مدير قطاع الناشئين بذل معانا مجهود كويس جدا جدا عشان نقدر نحافظ على الكيان بتاع الفريق. وطبعا عندنا كان اللعيبه صغيره في السن فما كانش في خبره قوي فقدرنا اللي احنا نوصل بيهم في فتره قصيره لخبره كويسه جدا يقدروا ينافسوا في الدوري الممتاز. وطبعا الدوري الممتاز من اقوى الدوريات الموجوده في الكاراتيه. تمام. طبعا انا بشكر جدا اللاعبين بجد. اللاعبات تعبوا معانا جدا. العشر لاعبات كانوا في الملعب. شويه يا كابتن يعني بس هتقعد تقول لها تعبت. لا لا والله تعبوا معانا كلهم. بس عندهم بطولات ثانيه صح؟ لا تعبوا معانا في الدوري ده بجد. العشر لاعبات كانوا على قد المسؤوليه في الملعب. احنا كنا بنضغط عليهم جدا في الملعب والحمد لله هم كانوا بيقدروا يستحملوا وبنعدي يعني الماتش المكسب كان بيجيب مكسب. مكسب بيجيب مكسب. حتى في ماتش التعادل اللي عدناه احنا عدنا ماتشين بس يعني وكسبنا كل الماتشات. كان هم بيقولوا نفسهم احنا لازم نجيب الدرع. الدرع كان بيقرب وكان لاخر ماتش كان ممكن يبقى مش في الاهلي. فالحمد لله هم كانوا على قد المسؤوليه. واجمل حاجه في الدرع ده اللي كان جميع مدربين النادي الاهلي موجودين للدعم فريق البنين والبنات. ما شاء الله. فدي سمع في النادي الاهلي يا كابتن ان كله بيكون متكاتف سمع. اعتقد دكتور مراد عاصم برضو عامل حاله في النادي الاهلي في كاراتيه بصراحه حاله جميله جدا لازم نشكره يعني. يعني حاله جميله جدا. قبل ما اكون متواجد في النادي الاهلي ما كنتش بحس بالروح دي خالص. لما تواجدت بقالي 3 سنين في النادي الاهلي لا حاجه مختلفه تماما بعيد عن المنافسه. لا في فعلا نظام في النادي الاهلي ما بيكرمش غير الاول. دي حقيقه. الاول دي حقيقة. دي سمة البطل سمة التميز. الأول هو اللي بيوصل. دايما كان بيتقال كده من المدربين هناك ركز على الأول ركز على الأول. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال لأبطال السكواش في أعدم الأعداد قال إن إحنا عندنا التاني زي الأخير. قال الكلام ده وإحنا فعلا النادي الأهلي التاني زي الأخير. دي حاجة طبعا جميلة في الأهلي اللي هو دايما بيركز على الأول ودي طبعا يعني من سمات البطل ومن سمات التميز في عالم الرياضه يعني. محمد صلاح روما قول لي بتشجع الكوره؟ طبعا بتابع كوره. بتتابع كوره؟ قول لي بعد ما بقيت بطل عالم والاولمبياد دخلت خلاص ودخلت الكاراتيه دخلت لعبه اولمبيه لسه ياسمين نصر طبعا كنا هنسال ملك اكيد عليها بس ياسمين نصر لسه محققه ميداليه اولمبيه النهارده شعرت بايه لما الكاراتيه دخلت الاولمبياد وشعرت بايه بياسمين نصر تحقق ميداليه اولمبيه كنت جالك ايه؟ طبعا حاجه حلوه جدا اللعبه اللي انت بتلعبها تبقى لعبه اولمبيه وبيخليك يبقى عندك طموح اكتر ان انت تجيب ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ويعني ان شاء الله يعني اتمنى ان انا يبقى اجيب ميداليه اولمبيه في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يا محمد يا رب ربنا يكرمك. ياسمين ملك سوري تقولي ايه لياسمين نصر وهي في الارجنتين النهارده بعد ما حققت الميداليه ودي بنت لعبه الكاراتيه اللي انت بتلعبيها؟ طبعا ابارك لها هي عملت انجاز اول تعتبر اول بنت تجيب ذهب في الاولمبياد على المستوى العالم كله. بصراحه هي مجتهده جدا هي ما جابتش حاجه في العالم بس حققت وثبت نفسها في الاولمبياد. هي كانت النهارده الاولمبياد. ربنا يوفقها في اللي جاي وان شاء الله تحقق اول عالم ان شاء الله يا رب باذن الله. محمد قول لي دلوقتي بعد ما الكاراتيه دخلت اولمبياد وي 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 قول لي انت جوه صاله الكاراتيه في الاهلي
بيجي لك جمهور يشجع اللعبة ولا عبارة عن أولياء الأمور؟ أولياء الأمور. أولياء الأمور. طب قولي لو دخلت الملعب ولقيت فيه 10,000 واحد هتعمل إيه؟ لا أنا موت نفسي. طب كلمة تقول لي إيه الجمهور النادي الأهلي عشان يجي صالة الكاراتيه ويشجع فريق الكاراتيه في النادي الأهلي؟ تعالوا شجعونا يعني. بس كده؟ لا عايزك تقول لهم كلام كويس. بص للكاميرا كده قول لهم لازم ندعم الألعاب الفردية يعني. ها؟ قول يا محمد. لازم ندعم الألعاب الفردية يعني. لازم تدعم الألعاب يعني في إنجازات الألعاب الفردية تعملها الألعاب الجماعية ما تقدرش. طب أقول حاجة كويسة. كل واحد يقول كلمة لجمهور النادي الأهلي ماشي يا محمد؟ محمد عادل كلمة لجمهور الأهلي. ندعم يعني الجمهور كان يدعم برضه في اللعبة الفردية عشان في لعبة فردية إنجازات بتعملها لعبة جماعية ما بتعرفش تعملها. ماشي محمد صلاح. يعني ركزوا معانا شوية احنا والله احنا بنعمل بنبذل جهد كبير جدا عشان نوصل اللي احنا وصلنا ده ومستنين يعني الناس يعني تبص لنا يعني فاهم. ان شاء الله باذن الله دايما كل الناس هتبص لك وبطل عالم وحاجه جميله قدامي ملك تقول ايه؟ شجعونا اهتموا بينا حاجه كويسه ان انتوا تشجعوا لعبه فرديه مش لازم كله لعبه جماعيه مش لازم لعبه جماعيه مش لازم ده انت مشجع كوره مشجعش كوره ولا ايه؟ بشجع طبعا طبعا لازم بقى لازم اشجع فرقتي طبعا اكيد. طيب برضه عايز كلمه اخيره للاسره محمد عادل لبابا وماما. طبعا بشكر امي وابويا واخواتي يعني هم وقفوا جنبي كتير وهم السبب اللي انا فيه دلوقتي ويعني الحمد لله هم السبب وجدي برده وخالتي كلهم كانوا بيلعبوا كاراتيه كله كله عيلة كاراتيه محدش عارف يتكلم معاكم لا محدش يخش قريب على فكره انتوا قريب ده محدش عارف طب كويس انتوا قريب بعيد عني اختي بطلت عالم سنة 2015 ما شاء الله ويعني مامتي برده كانت بتلعب كاراتيه وخالتي استناك لما تكون انت بطل عالم يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله. محمد صلاح تقول ايه للاسره الكريمه عندك في البيت؟ طبعا لولا الاسره يعني ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له ده طبعا جهد ابويا وجهد امي عمره ما انساه ده عمره ما انساه يعني انا دلوقتي يعني مش عارف اشكرهم ازاي والله. محمد حاجه كلام جميل ملك هنقول ايه؟ بشكر بابا وماما جدا 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 وجده اللي كان بيدعمنا على طول احنا قسمنا عيله رياضيه بس جده رياضي ما شاء الله خالاته خاله كله برضو عيلة ما حدش يخش فيها بس الكلام انتوا عيلة واحدة هي عيلة واحدة فأنا بشكرهم جدا على تنظيم وقتي على ان هم بيودوني التمرين ما بيسيبونيش لوحدي بيشجعوني على طول بشكرهم جدا انا مهما قعدت اشكر من هنا لبكره مش هقدر اوافي احنا معانا الهوا ما عندكش مشكلة خالص مفيش مشكلة خالص. كابتن عبد الرحيم كلمة أخيرة للأبطال دول في المرحلة اللي جاية تقول لهم ايه؟ لكم اتعبوا أكتر في النادي الاهلي اللي بيتعب بيلاقي لسه انتوا صغيرين في السن بطولات العالم جايه بطولات الجمهوريه جايه وعندنا تصفيات منتخب في شهر 2 ودي اهم تصفيه عندنا عشان دي اللي هتخليك تبدا الرانك بتاعك والتصنيف بتاعك جوه محلي او دولي باذن ربنا يوفقكم وانا شايف بجد في امل كبير جدا جدا في لعبه النادي الاهلي ان شاء الله كبير جدا جميع القطاع الناشئين في امل كبير جدا في اكتر من بطل عالم باذن الله السنه دي يكون موجود بقول لكم تعبوا وهتلاقوا تعبكم دوت موجود باذن الله. كابتن عبد الرحيم كباتن قدامي محمد عادل محمد صلاح روما ملك بشكركم انكم كنتوا معايا النهارده. شكرا. وفي اخر حلقتنا النهارده لازم نشكر جهاز الكاراتيه برئاسه الدكتور مراد عصر اللي فعلا محققين انجازات في قياده الكاراتيه في النادي الاهلي وفعلا دائما وابدا على المقدمه ان شاء الله تقابلنا في الحلقه الجايه شكرا والى اللقاء.